أهلا بكم مشاهدينا في هذه الإطلالة لبرنامج الخطة، أنه يطلع عليكم بعد كل سباق، يعني ملناش مواعيد، كل ما يكون في سباق قدرة نحن متواجدين معكم بأخبار جديدة، بأحداث جديدة، بمنافسات، بأبطال، بعض الأبطال القادمين لتجديد البطولة، والبعض الآخر هو اكتشاف. والاكتشاف في حد ذاته مش بالضرورة أن أنت تكون يعني طالع المنصة بالمركز الأول، لكن أديت في السباق، يكفي وأن تقول يعني أن أنا كنت راضي وقدمت اليوم بطل واكتشفت هذا البطل. اليوم في الخطة عندنا العديد من الأحداث، وأعرف أن الكثيرين منكم ينتظرون الإعلان عن المفاجأة، وإن شاء الله تكون مفاجأة تسر الخاطر وكما يقال. ولكن أنا عايزاكم تستمروا معنا حتى آخر البرنامج، حناخد شوية نبذة بسيطة في العناوين عن المفاجأة، وبعدها في نهاية البرنامج سنتحدث عنها بالتفصيل الممل. إذن أهلا بكم في حلقة جديدة من الخطة. انطلاقة السباق الأول للصبلات الخاصة واستدعاء الأبطال يشتت الترشيحات. أتوقع أن الترشيحات تروح عند بولي أكثر. زعبيل أكيد بيكون منافس طويل. ما بين اختلاف المسافة وارتفاع درجات الحرارة، انقسامات تحدث مبكراً بسبب النبض. والله المرحلة الثانية لازم أنهم يخفوا المشروع لجروب 28 أقل من 29 حكم الجو حار ورملة. منافسة قوية في السباق الأول في المرحلة الأخيرة، وتعلن جاهزية الجميع لموسم قوي. زعبيل في كل السباقات لهم كلمة ولهم حضور، مش في هذا السباق، مش ممكن، أكيد بيكون الشيء هذا. وعلى كرسي الاعتراف مدرب الكمدة يقيم الاسطبل الموسم الماضي. انا الصبل الوحيد اللي ماخذ اربع سباقات مواطنين من الصبلات المواطنين، عندي اربع سباقات اول. والخط اليوم يعلن عن منافسه جديده تنطلق هذا الموسم تحت شعار نجم المرمو. هذه هي خارطة الطريق لليوم، وكان يوم حافل وانطلاقة بصراحة ولا أقوى بالنسبة للاسطبلات الخاصة. كانت منافسة، أنت عارف بالليل والأبليكيشن إحنا يعني نرشح، دخلت الأبليكيشن قلت هو في إيه؟ تحس أن أنت في مهرجان، واحد من مهرجانات يعني ولي العهد مهرجان الشيخ محمد، أسماء الخيول البطلة القوية، وتساءلت يعني لو كل هذا الكم ماذا لديهم بعد؟ لكن ما شاء الله بالفعل كان أسماء أتت وأبدعت وأدت، حتى القادم من انقطاع أثبت نفسه في هذا اليوم. خليني معاكم في البداية أرحب بالضيوف. رحب راشد المازمي معنا اليوم ممثلا للاسطبلات الخاصة. حلوة ممثلا دي صح؟ نعم. أهلين راشد. يا مرحبا أختي سماح، بداية مسي عليك ومسي على مشاهدين برنامج الخطة، كذلك على مسي على أخواني المدربين. إيه رأيك في الاستديو؟ جميل. أيوة كده، أنت امدح، عايزة كل الناس تيجي تمدحنا. الاستديو ممتاز. ويعني هذا تغيير، حسيت تغيير جميل. أهلين سعيد، حياك الله. مسي عليك أختي سماح، ومسي على الربع وعلى المشاهدين اللي خلف الشاشات، واليوم إن شاء الله يستمتعون من أجمل الرئيسات اللي مرت علي للمواطن. على فكرة في تحية خاصة جاية لسعيد اليوم من الموجودين، كلهم قالوا لي اشكر سعيد وشكرا كل اللي في البرنامج اللي دعموا فكرة الحديث عن الجوائز. وصلت لك الشكر، والشكر أمانة، ما يحتاج أنه يشكرونا، هذا واجب علينا نحن إن شاء الله. وأحيي عمير اليوم أيضا موجود معنا، يعني رفيق الدرب، أنا دايما بسميه رفيق الدرب في الخطة. أهلين عمير. يا مرحبا يا سماح، الله يطول عمرك. مسي عليك ومسي على أخوي راشد وأخوي سعيد على المشاهدين خلف الشاشات. بأمانة سماح، السباق اليوم يستحق أن تكون له حلقة بالأسامي اللي شفناها، ومدحت سعيد وشتي فيه، وصراحة يستاهل الإشادة على اللي سواه أمس واللي قاله، صراحة أثلج صدور وايد ناس. الحمد لله. الحمد لله. وعارفين
يعني أنا لما شفت الرقم الأعداد المشتركة قلت يعني هيكون سباق مفكك ومشتت. صح الأسماء قوية لكن يعني مش عارفة العدد قليل، فين بقية الاسطبلات، فين راحوا، فين الأعداد اللي كنا بنسمع 120 و128؟ لكن بصراحة الخيرة في من أتوا، والأخير إن شاء الله في القادم من سباقات هنجبكوا هنجبكوا إن شاء الله. خلينا نبدأ معاكم ونشوف كما يعني فعلنا مع اسطبلات الشيوخ، شفنا نظرة عامة على أحداث الموسم الماضي، نشوف نظرة عامة على أحداث الموسم الماضي الخاصة بالاسطبلات الخاصة، من كان متسيد للموقف ومن كانت لديه بعض الخسائر، وبالتأكيد هيحاول تعويضها في هذا الموسم. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يختلف هذا الموسم عن الموسم الماضي. أعتقد أنه سيكون صورة مكررة للثلاث اسطبلات الأساسية. والباقين سيكون عليهم الكفاح واتباع سياسة أنت وحظك. سيكون شعار الكبار ومع قلة عدد السباقات في الاسطبلات الخاصة سيكون شعارهم أكون أو لا يكون الاسطبل الآخر. طب لأساس بالنتائج كان الأفضل الموسم الماضي، خاصة لو قارناه بزعبيل والكبدة، كان واضح ثبت مستواه مما وضع الآخرين في ورطة. أساس هذا الموسم سيكون من مخططاته الرئيسية الحصاد من البداية. واسترداد كاس الشيخ محمد بن راشد وربما التوسع لأرضية الوثبة. في قراءة الأهداف هنا كنت في حيرة بين رجوع الكمدة ورجوع زعبيل، أيهما سيعلن العودة لعهده القديم؟ وللحق كانت الكمدة أفضل من زعبيل الموسم الماضي، لكنها إما تكون في السباق بشراسة أو تخرج منه نهائيا. هل كان موسم متذبذب لهم؟ قد نميل لنعم أكثر من لا، ويصبح الهدف هو هدف العودة لسابق عهدهم. لنصل لزعبيل، بدأنا موسم زعبيل كان بحراً أكثر منه براً. افتتح الموسم بقوة لكن ظل ينقصهم من المركز الأول. الاسطبل لم يكن على حاله القديم لا في الوثبة ولا في سيح السلم، وبالتالي هذا الموسم إما سيعلن عودة زعبيل أو سيكون موسم لعبة الكراسي، أين سيأخذ أحدهم مكان زعبيل أو الكمدة. فمن هو هذا أحدهم؟ أخذ مكان زعبيل سيكون صعب على الأصدقاء الجوارح وتي أن تي. هدفهم سيكون إس إس والكمدة وليس أبدا زعبيل. ثبات الجوارح وتي أن تي
سيكون مطلب لهذا الموسم لكسر حاجز منافسة الثلاثي، خاصة وأن الاسطبلات الخاصة تعيش حالة إعلان التصفية. إذن من تبقى؟ تبقى بصيص من الأمل لبعض الاسطبلات إن جددت خيولها، لكن بصراحة أسباب التجديد تكاد تكون معدومة. سأقول أن البعض ممكن وأن يكافح، مثل العين، الرمك، ذكرت هؤلاء من واقع أن نتائجهم قد تحمسهم، لكن أخشى أن مخزون الحماس قد يشرف على النفاذ، وكان الله في عونهم. كانت هذه هي النظرة العامة على الموسم الماضي، وهبدأ مع المحللين نتكلم عن أنت شايف مين كان أفضل اسطبل الموسم الماضي بين الاسطبلات الخاصة؟ طبعا صراحة أنا أقدر أقول لك أن في عدة اسطبلات كانت الأفضل. اسطبلات كثيرة صراحة ما قصروا، سواء في الثلاث أرضيات اللي هي أرضيات دبي والوثبة وبوذيب، ولكن نحكم على أرضية المرموم أكثر. المرموم يعني اسطبل SS كان قوي، اسطبل زعبيل يعني في اسطبلات صراحة أدت أداء جدا مميز بغض النظر عن النتيجة. كانت اسطبلات يعني عندها يعني العزيمة بأنها تكون في الأمام، ولكن بنشوفها هذه السنة أتوقع أنها تكون قوية ومنافسة. ايه رايك انت؟ يعني احنا لو هنكتب لكل نفكر احنا عملنا خارطه الطريق لكل اسطبل، يعني المفروض هالموسم يعني نشوفه في اي مكانه، مين اللي كان الموسم الماضي في مكانه لا تليق فيه، يعني مش على قد اسمه فيه، ولا ما يمكن يكون على فكره؟ انا اظني في عندنا في قريه دبي ما في حد انه في مكان ما يليق فيه، خاصه يعني انا اتكلم عن ثلاثه اللي هم كانوا مبدعين في دبي، زعبيل، SS والكمدة. بس يمكن أن SS اللي هو أقل مشاركات خارج القرية هذه، أنه يروح بوذيب أو هو راح لكنه ما 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 توفق يعني في الرئيسات اللي خارج قرية دبي. لكن أني أنا أتوقع منافسة بينهم هالثلاثة بنشوفها مثل السنة اللي طافت، ما بنشوف شيء جديد يعني. يعني أنت لو عندك مثلاً SS المفروض ماذا يفعل هذا الموسم؟ يشارك أكثر في القرى الأخرى؟ وأتوقع أنه بيشارك، لأن اللي عندي لحد علمي أن سلطان اشترى خيول جديدة، وأكيد الجديدة هاي بيجربها في الوثبة، بيجربها في بوذيب، وعنده خيول عندها خبرة وبيخليها لقرية دبي. تمام. وبالنسبة لك عمير؟ يعني الاسطبل اللي كان مش في موقعه ممكن زعبيل سماح، أكثر اسطبل حاول وناوش لكن ما أخذ مراكز أولى وايد الموسم اللي طاف. أما اسطبل SS هو اللي كان عنده نصيب الأسد من المركز الأول، فالمنافسة هي كانت دائما الأمتار الأخيرة كان في التفوق من اسطبل SS. اسطبل SS هو اللي كان متفوق، وبالأخص بالحصان النجم بولي هو كان أكثر الحصان اللي فارق عن كل المنافسين. زعبيل هو اللي كان منافس له ند صعب لكن ما أخذ مراكز أولى، هو دائما زعبيل كل سنه يطلع لنا بحله جديده، يا سرعه خرافيه اللوب الاخير، يا ان الحصان يسوي افرج في السباق عالي، هذا اللي كان ينقص اسطبل زعبيل الموسم اللي طاف. لو زعبيل هيكون عنده خارطه طريق، يعني ده كما ذكرنا SS مشاركات اكثر في قرى اكثر. الزعبيل سماح فوز اكثر على ارضيه سحسره. يعني ليس الوقت الان للتوسع. السماح التوسع اليوم تحتاج خيل أكثر، نحن ما نعرف شو اللي موجود في جعبتهم، لكن النصر هو المطلبهم السماح. لا لا، خيل وزعبيل لا عندهم سماح، لكن أنت تحتاج اليوم تتوسع ببطل، ما تتوسع بحصاني خامس وسادس وسابع. هو أنا عندي سؤال، هي نوعية الأبطال، أنا يمكن بوذيب ما بغطيش سبعتها وبصراحة يعني غلط مني، لكن هل نوعية الأبطال اللي بتذهب لبوذيب تختلف عن نوعية الأبطال اللي موجودة؟ يعني أنت رتب لي القرى من حيث نوعية الأبطال اللي بيروحوا، يعني الأهم فالمهم. نعم،
إذا تكلمنا مثلا عن قرية بوديب، لازم نحن نكون متفقين على حاجة. الخيل اللي تركض في دبي أو تركض في الوثبة استحال في بعض الأحيان تروم تأدي في بوذيب، وبعض الأحيان ما تروم تأدي في بوذيب. هذا شيء نحن طبيعي. ليش؟ على حسب تضاريس القرية. يعني اليوم قرية بوذيب يعني خلينا نقوم ناحية تضاريس ترك أقوى عن الوثبة وأقوى عن دبي، من ناحية الرملة، من ناحية حتى تمركز القرية في البقع. هي قرية نازلة مش مرتفعة، فمن ناحية المهب، من ناحية أمور كثير، عرفتي؟ فهالأشياء كلها تحكم على الخيل. اليوم شفنا مثلا بولي، أنا بولي يعني حصان قوي، طنطاوي حصان قوي، عنده القدرة بأنه يسير سرعات كبيرة، عنده الإمكانية في الريكافري. أنا ليش ما أجرب في قرية بوذيب مثلا إذا الحصان فيه عزم، والطنطاوي ولا بولي يعني ما حد أنقص عن الثاني، بالعكس. يعني هاي الخيل لو أنا لو مثلا يعني لو أنا عندي الإمكانية أنا بجربهم في القرية الثانية. مش عارف، يمكن الناس عندها يمكن مفهوم خاطئ، يمكن خاطئ وهو خاطئ. الصيت يعني عارف ساعات البروباغاندا هي اللي بتصنع الحدث. نعم. فالصيت في قرية دبي، الصيت في قرية الوثبة يغلب الصيت في قرية بوذيب. بالعكس، الحين المنافسة سابقا إيه، لكن الحين سماح يعني اليوم أنا عندي حصان بيركض في دبي في بيركض في بوذيب سابقني وسابقني، طبعا بيكون يعني كواليتي أقوى، صح ولا لا؟ إذا دوم يركض ويسبق في دبي وفي دبي وفي دبي، إذا اليوم تعدد القرعة للحصان هذا لا يعني بيكون شيء مختلف. طيب ندخل في سباق اليوم ونبتدي نتكلم عن سباق اليوم. أسألكم عن مرشحينكم الأول، كم مين مرشحك؟ مارلي بولي؟ لا بولي، مش مارلي. لا. ليه؟ السماح أول سباق في الموسم، توقعت مارلي بيكون لها نبضات قلب شوي بتأخرها أكثر، وبولي عنده الأدفانتج في القلب، وبولي حصان فينيشر يعني حتى فايتر يعني سبرنتر عالي في الفينيش هناك، فالحصان هذا بيمتاز في القلب يبعد، كم بتحرق الفرس، كم بتعوض الفرس، فأكثر عيني راحت على هذا الحصان. وما يبوا هذا الحصان إلا سماح هم واثقين فيه، لأن هذا الحصان العام يعني عنده أكثر عن انتصار. فمثل هذا الحصان أنا ما يجيب عشان يأخذ لي مركز ثاني أو ثالث، أجيب عشان يسبق. فوجوده في سباق اليوم افتتاحية موسم كل اسطبل غيور أنه يكون له اسم وحضور في هذا السباق. سباق اليوم أنا لما شفت بولي ما أستهين في مارلي ولا طنطاوي، بس خلاص مرشحك بولي. أنا هذا استوى مرشح. وبالنسبة لك سعيد؟ أنا صراحة بعد كنت أروح البولي وبعد مارلي، وما كنت مطلع ترشيح بينهم، وكنت عارف أن الطنطاوي بيكون متواجد، لكني اللي كنت خايف منه أن الموسم اللي طاف الطنطاوي كان في وقت راحة راجع بعد إصابة، لكن حتى الطنطاوي أدى اليوم. بالنسبة لك راشد؟ أنا بولي، ولكن مارلي لأن دار يعني كلام الموسم الماضي مع المدرب منصور بخصوص أنه يركضها في المسافة 100 كيلومتر، فصعب، بس كان عنده النية يركضها، وكل طبعا مثل ما تعرفين الفرس هذه يمكن تأخذ نبضات القلب، عرفتي؟ ولكن عندها العزيمة أنها تسير، ويعني أقوى عن الخيل الثاني صراحة كترك. فأنا كنت مرشح بولي، ولكن كنت أعرف أن هذه الفرس بس مفاجأة اليوم، وعملت المفاجأة. خلينا نشوف تفاصيل المفاجأة ونشوف مع بعض السباق إلى أي مدى حتى مرحلته الثالثة مشى حسب التوقعات وحسب ترشيحات المحللين. ولو أن يعني أنا مستغربة أن كم من حد يتكلم ترشيح بول، لكن لما تدخل على الأبليكيشن المرشحة الأولى كانت مارلي. سمح في نقطة في الأبليكيشن تخليك ترشح مارلي أن هي أول اسم بس. نعم. مش مسألة أن تستهين فيها سماح، الناس ما بتقراش سماح. أنا أقول لك إذا لا مش إيه بس غريبة والله صح. لا أنا عن نفسي أكون صريح أنا وياك، أنا كل السباقات أرشح أول واحد. أكون صريح وياك. في نقطة ثانية أول واحد إذا تبين تشوفين الستارت ليست لازم أول شيء ترشح صحيح وبعدين صح 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 فأنا واحد يشرح حق أول واحد فأنا أرشح دائما أول واحد. طب أنا هكشف لكم، يلا كل واحد يكشف سر الترشيح. أنت بترشح أول واحد وخلاص على طول من غير ما تقرأ ميمة ولا واحد. حلو، فأنت سبب من أسباب ترشيح مارلي في الأبليكيشن. إيه نعم هذا السماح، لكن أنا أكون صريح معك أنا مرشح بولي. خديعة أنت أعطينا سر في ترشيحك.
خلي حد غيرك يرشح، انت بترشح؟ لا انا حتى لو دخلت الابلكيشن انا ما ارشح. كيف تشوف ارشح انا بيني وبين نفسي يعني اقول الحصان هذا والحصان هذا، لكن في الابلكيشن ما ارشح. بس ما ينفع تشوفه غير لما ترشح. غزل الابلكيشن اذا ترشح ترشح يعني انا احط اي اسم لكني ما احط الاسم اللي انا مرشح لنا. صح صح ارشح نفسي. لا انت في الابلكيشن في الابلكيشن عندك عاده ادور اسطبلي وارشح نفسي. وفي الاسطبلات الشيوخ؟ لا اسطبلات الشيوخ على حسب، انا صراحه عشوائي اللي بعشوائي خسارة الناموس. انا اول واحد اكيد الناموس لو يشوفونا الحين راشد قالوا احباط العبار. راشد العبار يا ريالك اليمامة بيزعلون. سوري عفوا اليمامة يعني عشوائي. اقول لكم انا بقى كمان انا عشان اخلص اي حاجه. لا وبعدين ما طلع حد يحسن عنا. إيه لا لا اسوأ. لا وبعدين بقول لهم بيكتبوا اسامينا لو احنا رشحنا يبين 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 ما نعرف. بعدين يقول لك يو هاف تو ريجستر نو. نبدا معاكم نشوف اخبار السباق اليوم، ما الذي حدث في المراحل. لم تعلن بعد عن السادسة صباحا موعد انطلاقة السباق. صباح النور يا مرحبا. صباح النور. صباح النور. القرية لم تكن مزدحمة كما كنا نتوقع. اي نعم 85 راس يعني في تحية موسم شوي قليل، يعني نحن دائما متعودين في العادة فوق ال 100 راس. يعني فرصة للناس المتواجدة حاليا يعني اللي مشاركين. واعتقد الطقس كان تجربة حية للاسطبلات الخاصة مع السباق الماضي لاسطبلات الشيوخ، فجعل البعض يفضل عدم المشاركة لأن الجو بعد حار فما حد يبي يدخل، يعني ما حد يبي يستعيل الخير. مستعدين بإذن الله إن شاء الله. حظوظ السباق بالتشكيلة التي حضرت جعلت الترشيحات أغلبها لفرس الكمدة التي قدمت فوز واحد فقط الموسم الماضي، لكن بصراحة كان هناك أسماء قوية على مارلي مواجهتها، أصعبهم بولي بطل الأبطال في خزينة SS. والله بولي يخوف ومارلي تخوف. يعني بولي ومارلي ما شاء الله عليهم خيول طيبة فيها سرعات. والله شوف مارلي حامل لقب كأس الوصل السنة طافت، وكان بس السباق كان 120 كيلو. بولي سابق على مسافة 100 مرتين، وفي 120 عنده بعد أول مرة. فأتوقع أن الترشيحات تروح عند بولي أكثر أتوقع، لكن الفرس بتكون خطيرة عليه. متصدري الترشيحات مسارهم نحو المنصة كان متوقع أن يكون محفوف بالمخاطر في وجود تي إن تي وزعبيل. في كفة الميزان زعبيل أتت بنية الفوز الواضحة بخيلين أوراقهم معتمدة من الموسم الماضي، وكذلك الحال بالنسبة لتي إن تي، وكان هذا هو شكل السباق على الورق. مواجهة رباعية منتظرة، وإليكم ما حدث. بدأت المرحلة الأولى وبدأ أن الفرس مارلي تسير كما عادتها القديمة قائدة للمجموعة، ولأنها أصبحت مقروءة للجميع لم يتركوها. الوضع العام في المرحلة الأولى لم يعلن عن شيء سوى عودة الأبطال، الكل تقريبا كان في مستوى واحد، ولم تكن لتحسم أن هناك خيل أفضل من الآخر، كان تقييمهم الحقيقي سيكون في القرية. انتظرنا انتهاء المرحلة للتحكيم في القرية. مع الوصول إلى القرية واصلت الخيول،
وفرقهم بعد ذلك كان النبض، وأكثر الخاسرين كان الكندا 7 دقائق و24 ثانية جعلتهم في منطقة الخطر. زعبيل كان لها خيول تأخرت هي الأخرى بمعدل 4 و5 دقائق، بينما كان معدل فحص اس اس وتي ان تي لم يتعدى دقيقتين. في القرية تنوعت الآراء، والله أنا أروح مع بولي، وحتى القدامى استدعوا جماهيرهم. طنطاوي صامت لكن سيرويا طنطاوي. وكان هناك إعلان قوي لعودة الأمجاد، زعبيل أكيد بيكون منافس طويل. وللحقيقة كان هذا الانقسام ممتع ولم يترك المجال لمرشح وحيد. والله الحمد لله سير المرحلة الأولى مع بولي ممتاز. الحصان اليوم أعطي مؤشر أنه بيكون زين، ونتمنى أنه يؤدي مثل ما نتوقع. أكيد مرشح الأقوى بولي، يعني بولي أكيد حضوره قوي جدا، يعني الله يوفقه إن شاء الله. والله أنا أروح مع بولي، حاليا نقدر نقول مارلي فيها البيس لكن قلب ما فيها. والله السرعة اللي مشينا فيها ثابتة 30 في التراك، أفرج 29، متوقعين أن نسوي هالسرعة بحكم المسافة 100 كيلو وأول موسم والكل مستعد وجاهز، فالسرعة طبيعية أنا أشوفها. نحن رايحين على سرعة 27، وصلنا الرنك 30، والخيول فارقات عنا 10 إلى 15 دقيقة. زعبيل أكيد بيكون منافس طبيعي. زعبيل عندهم أكثر عن خيل معديات ومسويات نتائج زينة، السابقات شيء منهم يعني منافسات لين الخط، فأكيد أنه بيشكلون خطر. زعبيل في كل السباقات لهم كلمة ولهم حضور، مش في هذا السباق مش ممكن، أكيد بيكون الشيء هذا. والله كلهن ونعم، طنطاوي وصامد، لكن سيرويا طنطاوي. بين طنطاوي وصامد أكيد بنرشح طنطاوي. طنطاوي أنا مع طنطاوي أكثر. طنطاوي أنا أشوفه راجع بقوة لأن له فترة ما شارك، وإن شاء الله التوفيق للجميع. كل التكتيك بيتغير، وخاصة على الجو هذا الناس بتلحق شوي. ما بيكون في تغيير، بس بيكون فيه نقص في عدد الخيل بسبب الجو وأول الموسم، والخيل يعني يمكن ما تأدي الأداء اللي متوقعين منها المدربين. والله اليوم على الحرارة يمكن بترتفع، فيمكن أنه يتغير يعني يخف السبيد، بس لكن ربعنا عاد على بيسهم دائما. دقيقتان من الآن وفي عد تنازلي لخروج أول الفرسان الفاصل رقم 57 إلى المرحلة الثانية، والتي هي باللون الأحمر لمسافة 25 كيلو متر. في المرحلة الثانية انقلب الوضع، فقدت مارلي المقدمة وأصبح عليها اللحاق بالمجموعة، ولم يكن خفي على أحد أن وسط انشغال اسطبلات الكمدة بالتعويض كانت اس اس بين اتحاد القوى في زعبيل وتي ان تي، لكن اس اس هي الأخرى كان لديها قوة عددية. المرحلة الثانية كانت ممتعة بعودة الطنطاوي والمهلهل وصامد، وزاد هذا من صعوبة التكهن بمن سيكون بطل اس اس، وزاد هذا من الصعوبة أمام المنافسين. ويجب التذكير أن فرس الكمدة صحيح زادت الصعوبة عليها وكانت بين السقوط من الحسابات أو العودة إليها، لكنها كانت ما زالت موجودة وخطيرة، فانتظرنا انتهاء المرحلة لنعرف كيف نقيم القادم. القرية والمصير، هذا هو أفضل عنوان لهذا المشهد، وصاحب القرار سيكون الأسرع فحصاً.
نشرت البلنتيات من جديد، وهو فعلا ما زاد الموقف صعوبة. متى وكيف سيعوض أصحاب البلنتي؟ مارلي لم يتحسن معها الوضع 6:29، لكن هذه المرة لم تكن وحيدة في سوء الأوضاع. كان معها أسد وكان معها صامد من أس أس وبوبانغ لزعبيل، لكن سواء زعبيل أو أس أس كان هذا الثنائي لديه خيول تصدرت في المقدمة، يعني وضعهم أفضل بكثير من الكبدة. نعرف أن المنصة لثلاثة باختلاف المراكز، ينقص اس اس وزعبيل إما تي ان تي أو العين. سأترك كل اسطبل يرتب أوراقه وأتجول في القرية. وفي الجولة وجدت هذه المجموعة، كان لديهم شعار. أنتم مع مين؟ مع كل الاسطبلات. كله؟ كل الاسطبلات الرياضية. بروح رياضية؟ وكان بينهم من لديه هدف. أنا سويت خطة روح يعني. وعلى فكرة في التميمي كان لديه استفسار قبل إعلان الخطة. ماس مشارك؟ وبعدما اكتشف عدم اشتراك ماس بدأ في سرد خطته. من أول ما يبدون يكونون السبيد 27 و24 أوكي. ثاني روح تقول كانوا طائرين 32 كانوا طائرين روحوا أوكي. وأنا أشوف رابع روح بيتمون يعني على فيس مثل 27 ما بيجدون عن 27. وهكون مبسوط لو تموا عليه ولا؟ بستانس. بتكون مستانس. آخر روح بيكونوا 30 لين ما يصبح عند الريح بيبدأ الأكشن. إعجاب سيف كان واضح ببعض الاسطبلات، لكن بقي حبه وانتمائه واضح ومحدد. هو في النهاية سيف وزع كيف ستكون شكل المنصة. أس أس أول واحد. أيوة. ثاني يمكن زعبيل. أيوة. لا تي أنتي ثاني. ثالث كمدة. على فكرة بالحظ كمدة. بالحظ. واضح أن علاقته بالكمدة فعلا متذبذبة. سير مرحلة زينة، نمشي حوالي 29-30، متاكل خيول جروب واحد يعني، وفي خيول تلحق من وراء. هالمرحلة كانت سريعة وكان شيء بيني وبين أول أربع أكشلي مسافة، بس أنا واللي قدامي لحقنا نلحقها. والله المرحلة الثانية لازم إنهم يخفوا ويمشوا الجروب 28 أقل من 29 بحكم الجو حار ورملة والحمد لله وصل ثاني فحص إن شاء الله خير. كنا مسرعين هالمرحلة. لا متفكك شوي بس مو بوايد، يعني ما في فرق بين اللي ورانا يمكن دقيقة ونص. ما سباق عسير من بداية أول لوب لين هاللوب. هاي المرحلة كانت مجموعة بين 6 خيول بس. والله هي المجموعة الكبيرة اللي هم أس أس كمدة زعبيل، هاي هي مجموعة واحدة، هاي موجودين في كل سباق لكن مش مجموعة. والله ما أقدر أحكم الحين، ما نشوف ثالث مرحلة يمكن أو آخر مرحلة إذا تكتلنا الخيول ما نشوف الفرق. صراحة بعدنا يعني لحين ما نعرف، لأن في أول توب 6 حتى اللي ورا شيء خيول زينة، فشيء تحدي. والله لسه الثالثة بتشوفون تصفية إن شاء الله. بين المرحلة الأولى والثانية الجروب كان كبير، بس المرحلة الثانية بس الخيول تموا ويا بعض أو الجروب. المرحلة الأولى مسرعين وفي خيول شاردين جداً، ونحن نحاول نروغ من الحجم، لكن إني هالمرحلة خفوا البيس اللي قدام ولحقناهم وياهم لين الفرق. والله الأولى ما في شبه حكم سبيد عالي وما فيها تكتيك، أما اللوب الثاني فيها تكتيك، تقدر تأخذ راحتك في البيس تمشي على الخطة اللي حطها المدرب، أما اللوب الأول تضطر أنك تمشي وياهم. من الفارس رقم 41 إلى المرحلة الثالثة والتي هي باللون الأزرق لمسافة 21 كيلومتر في سباق اليوم كأس الوصل القدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلو، يرجى من جميع الفرسان التأكد من وقت الخروج للشاشة الكبيرة والخروج بوقت محدد والالتزام بذلك.
كانت المرحلة الثالثة عبارة عن سيناريو المحافظة على الصدارة، وسيناريو آخر هو التعويض، وقد فعل الخاسرون للدقائق كل ما لديهم في سبيل التعويض، ولم يترك SS الفرصة لهم لتحقيق مرادهم. رفع السرعة في أصعب الأوقات والأجواء الحارة إلى 28، وكان قرارا صائبا لكن في عز الحر. مع سرعة 28 كان البعض يصل إلى 30 مثل بوبانج الأندلس. زعبيل أعرف أن العدد سيخدمها كثيرا للتحكم أكثر في السباق، فلا تترك بذلك زمام الأمور لعددية SS، وكنت أرى من تواجد بينهم كما تواجد في المقصلة. وصلنا لفقرة غصب عنك، القرية والفحص، فقرة مليئة بالمفاجآت. سأختصر عليكم سير الأحداث. فريق الناجين كان به 4 خيول فقط، 2 لـ SS و2 لزعبيل. الباقين غرقوا في بحر أرقام الانتظار خارج الفحص أو غرقوا في البلنتيات، وكان هذا بمثابة الكابوس الذي لا أعرف كيف سيتم الاستيقاظ منه. صراحة مرحلة صعبة المرحلة الثالثة، تعرف الجو بدأ يحر وكل محاسب على البلنتي، لأن تعرف يضيع جهد السباق كامل، وصراحة كلهم صاير بشكل زين. نحن بس قلت لك الوقت خاننا شوي، وبنطلع وراهم 4 دقائق ونص وبنحاول إن شاء الله. الفارض السيطرة، اسطبلات أساس، وموجود خيل من اسطبل الزعبي، وبعد خيل العين كان في المجموعة بس ما عارف الحين عاد فيه. اسطبلات SS فارضين سيطرتهم لين الحين. للحين أظني SS عندهم خيلين أول وثاني، وعندهم حصان المرشح بولي، ووضع زين، يفحص زين، وفي ترك ما شاء الله وايد زين يعني. خيول SS وزعبي اللي هو الخيول المرشحة طبعا، عندك بولي وطنطاوي والخيل هالجروب الأمامي. هذول عين ما شاء الله في المجموعة الأولى، فأداء زين، وايد زين ما شاء الله. أشوف أداء العين أداء مشرف وأداء قوي. خيول العين أظن شوي صعب عليها توصل المقدمة، أظن إذا في خطر بيكون من فرس الكمدة اللي ركبتها ليلى. الأقرب أظن بين TNT وزعبيل زعبيل، لأن TNT خيلهم المرشح أظن طلع في اللوب الثالث، وزعبيل خيرهم المتبقية أفضل يعني. أشوف اسطبل زعبيل على المنصة إن شاء الله. العام للسباق، لكن تعالوا نشوف رأي المحللين في المراحل. نبدأ مع بعض مع راشد، وراشد هيلعب اليوم معايا دور إن هو هيسأل، فهو اللي هيبادر بالسؤال. تسأل مين؟ بسأل أخوي عمير. طبعا عمير نحن عارفين وشاهدنا سباقات قرية دبي العالم من القدرة، وشفنا أن عدد الخيول اللي تكون موجودة في السباق سواء في أول موسم أو في آخر موسم أو في وسط الموسم، الأعداد تكون كثيرة. اليوم لاحظنا 86 فارس وفارسة. ممكن تذكر لي سبب النسبة هذه أو سبب الأعداد هذه الموجودة اليوم؟ سبب مقنع. نعم. أنا ما بخفي عليكم الكلام اللي يحصل تحت الطاولة. أغلب الناس، أغلب العامية سامعين خبرنا بيكون على أرضية قرية بوذيب بيكون في 4 سباقات عامية. فأكثر القرى اللي السنة اللي طافت خذت نقطة إيجابية من ناحية دعمها للمواطنين قرية بوذيب، فهي كان عليها سباقين فكان لها فيها جوائز أكثر. هدف العام اليوم السباق مثل ما يعطي حب الخيل يبقى شوي مردود عشان يتعايش مع الشيء اللي يحبه، عشان يكون الشيء هذا موجود. فأكثر السباق بما أن كثرا السباقات هناك، يقول أنا ليش هي في ونافس في قرية هي جوائزها للعشر، وأنا عارف عمري ما بطيح 10، فأنا أسلم على خيلي وأسير ونافس أو أشارك في هذه القرية. يعني مش الجو؟ لا ما ندخل الجو. بعض المنافسين ما ساروا عشان الجو، أنا أكون صريح. في ناس مثل أخوي سعيد أمس ذكر أنه هو حافظ على خيله هذا الشيء، ممكن أخوي سعيد، لكن أكثر اللي الغالبية يقولون في 4 سباقات أرضية بوذيب وأنا عندي
مثلا 7 خيول او 10 خيول. قال ليش اركض هني وفي وعالج واسوي؟ قال خلني انا اسير هناك واخذ اللي هو بيكمل اول سباق ولا ثاني سباق ولا ثالث سباق، بحاول اشارك قد ما اقدر الـ4 سباقات. هم سمعوا ما في تاكيد بس هم كلهم يتكلمون عن هذا الشيء انه بيكون في 4 سباقات. فانا اشوف يعني اذا هذا كان الشيء صحيح انا ايدهم الراي بامانه. خليني اسال سعيد سؤال، بعد ما شفت السباق اليوم والمستوى اللي ظهر فيه، انت عارف ساعات الانسان يقول ايه قراري كان يعني مش في محله او زين اني ما اشتركت. انت كان ايه قرارك الداخلي بعد ما شفت الريس؟ لا انا اقول زين اني ما اشتركت لان انا ريال ما اعرف ادافع، هجومي جدا. فاذا حضرت الريس بحاضر بهاجم مع الناس اللي هاجموا، مع ان اللي خلصوا 22 خيل والسباق من بعد الرابع سباق ثاني يعني، وهذا اي خيل يقدر يسوي الافرج سبيد هذا. لكن اذا انا حضرت بخيلي الزينه اكيد اني بروح هجوم مع اللي هاجمه، واظني اني بخسر خيلي في السباق. كان الهجوم شرس، بخسر خيلي والسبب فرس الكمده. فرس الكمده ما وصلت الخيول سليمه القريه، الناس ضغطت خيلها بس عشان الفرس ما تلحق، وخسرت خيلها عشان الفرس ما تلحق. وكان معاهم اي خيار اخر؟ ما عندهم خيار اخر، انا هذا اللي بسويه. انا قلت يعني بكون نفسهم، انا بخسر خيلي بعد في السباق هذا. لكن انا اشوف السباق كان منفصل يعني من بدايه المرحله الاولى، السباق كان منفصل بين الاسطبلات اللي كانت منافسه بعضها واللي دخل المرحله الاولى وبين نهايه السباق يعني. السباق فعلا كان منفصل راشد؟ او انفصل بدري؟ لا شوفي، السباق يعني خلينا نقول نص المرحله الاولى انفصل. يعني اليوم انا كمشارك بس يبى شارك او بس يبى نافس، اوكي انا عندي ليمت للمنافسه، اسير اول شيء على قدرات خيلي واسير اشوف المنافسين اللي معايا. فاليوم مارلي سوت شيء يعني ما يعني المنافسين ما يعني ما يعني 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 شيء مفاجئ سوت لهم. والمفاجئ الاكثر انه ما تمت روحها، في خيل كثيره تمت وياها، فهذا السبب اللي خلى السباق هذا ينقسم من نص المرحله. ايوه بكلامك عن في خيل كثير تمت وياها. أيوة. يرجعنا لسؤال مهم، التشكيله، هو مين تشكيلته كانت رقم واحد ومين يعني التشكيله؟ انا ما لقيتش تشكيله ممكن اقول يعني غلط، كلهم جم بالتشكيله مرسومه. صراحه سمح زعبيل شاركت بخيوله نعم واستس بخيوله نعم، حتى الاسطبلات الثانيه اللي حاولت تكون معاه يعني مثلا تي ان تي، نحن اكثر نكون صريحين اغلب الناس تقول ان هذا رديف الزعبيل. فهاي الاسطبلات كانت جايبه خيل يعني تقدر تسير وتنافس. استس بوجود بولي وبوجود الطنطاوي وبوجود المهلهل، هاي الخيول لازم ما تخلي الفرس تبعد. الفرس اذا راحت وحافظت وفحصت، هاي كم بيروون؟ هاي خيول البطلة لازم ما ينزل اسمها. فإذا راحت معاها خلاص هني أنا أتفق مع أخواني أن السباق لازم ينفصل. وهذا هو السبب اللي خلى السباق ينفصل. إجباري سماح، الفرس أول شيء ما تمشي بسرعة عادية. هم الفرس وجودها في السباق بلان واحد عندهم، ما عندهم خيار ثاني. وبالأخص لا، هم مرعاة الفرس اسطبل الكمدة. بالأخص لما استوى السباق 100 كيلو أنا لازم أستنزف. ما جربوها في ال 100 كيلو؟ أول تجربة لها. العام فايزة في سباق مسافة 119، في مسافة 100 لازم أنا الفرس أضغطها. اللي عندهم عامل القلب الإيجابي أنا لازم أستنزف طاقتهم. فخلاص نحن لما شفنا اسم الفرس في الليست عرفنا أن هذا البلان لازم يكون. لأن الفرس إذا تمت تمشي معاهم ما تستنزفهم هم بيفحصون، هي بتتأخر توصل لين عندهم بتريح بترد تتأخر. فهذه الخطة اللي مشى مع الفرس هو صح. فمثل ما ذكر اخوي سعيد قال اذا انا جبت حصان وهجمت وسرت معاه اخسره، الوضع صعب. مش تقليلا من اخوي سعيد، لكن انت الخيل اللي سارت مع الفرس خيول لها ماضي، لها بصمه انها كمركز اول، ما تبغى تطلع من السباق اليوم الا بمركز اول. فجبرا لازم تروح مع الفرس. اندفاعهم هذا شقق يعني خرب البلان على بعض المنافسين. سمح مش خيل ولا خيلين بيتبعها، شوفي الحين هاي مجموعه سارت معاها، مجموعه رئيسيه هي تعتبر، ووراها بشوي بعد مجموعة اللي بيلحق من ورا كم حصان. اللي فكر في التوب 10
كيف بيقدر يوصل حق التبتن بسهولة؟ أنت طاعي إلى المرحلة الثانية، طاعي كم حصان، يعني حاول يتقرب من الفرس. فهذا اللي عطاه السباق طابع نصين. الفرس لما راحت ما خلها تروح برياحية، راحوا كلهم معها، ما بأي حصان، طبعا انه عندها المهلهل، المهلهل الحصان مش عادي. واعتقد ان يعني خطة الاخرين يعني بالنسبة للكمدة ما كانتش لصالحهم، هم كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا جاب، عارفين الفرس ممكن تتأخر في الريكفري، فيكسبوا الجاب في التراك، يوصلوا القرية لا يلحقوا بهم الاخرين، لكن بغتوهم ان هم كانوا معاها. لا بس الكمدة متوقعين ترى. حسنا لي متوقعين الكمدة. نعم متوقعين. أقول لك أنا الكمدة بما أنها جت الفرس لازم تضغط ذي. أيوة. هم يعرفونها بتضغط فإجباري بيروحون ولا بيخلون خيولهم قراب عليها. إجباري. حتى أنا أقول يعني بعض المواطنين فرضنا يعني أن يكون جهز حصان حق المنافسة، لكن أظن يوم شاف الأسامي هاي الموجودة في الريس أظن يغير أنه يروح تكميل. أنا ما تقدر أنت عندك طنطاوي، عندك مهلهل، عندك بولي، عندك الفرس هذه، ما تقدر تنافس، وخيول زعبيل الأندلس والثانيات هاي ما تقدر تنافسها أنت بالساهل. وغير أن بعد حصان العين موجود، حصان العين كل شاف العام كان في كأس العالم كان حاضر الحصان وكان مدي ليل حتى المراحل الأخيرة. فالمواطنين حتى اللي خفوا سرعتهم واللي نزلوا البيس مالهم أنهم ما يروغون ما يلامون، وهذا لا صح، هذا لا صح لهم. بس سماح أنا أتوقع أن لو الفرس اليوم مالي ما كانت مشاركة السيناريو بيكون مختلف تماما من ناحية الأفريج سبيد. المرحلة الأولى اليوم تكلمون يا إخواني عن أفريج سبيد 30 مش كمرحلة منطقي. أولى مش منطقي، مش منطقي يعني هذا فوق اللوجيكال، عرفتي؟ فبالتالي الأفريج اللي عمله اليوم والفرس أو الخيل اللي رسم السباق من بداية الكيلومترات هي مارلي. يعني لو طنطاوي موجود، بولي موجود، ما كانوا بيسيرون على هذه السرعة. أنا أتوقع أنه كانوا بيسيرون يعني كأفريج 30 خيول أنها أركضت بالسرعة. يمكن بعد المرحلة الأولى، يمكن بعد المرحلة الأولى أنهم ما يمشون بالسرعات هاي العالية، أنه يخفون البيس، لأنه خلاص بيكون حصانهم معزول في المقدمة ويعرف منو الملاحق. لكن الحين إذا أنت عزلت حصانك في المقدمة من بعد المرحلة الأولى وتعرف أن الفرس وراك، هني ترتبك، هني يصير عندك أشياء أنت ما تتوقعها في الترك. الفرس ما تعطيك مجال لأنك أنت تأخذ الريس هذا بالسهل. يمكن تعرفين سماح، يمكن هذا السباق الوحيد اللي سووا فيه المرحلة الأولى كأفريج سبيد 30. لا سووا أكثر سباق 30. هي سووا 30 خاصة وجود الفرس هذه. في كذا سباق سووا 30 في الأوراق وبعد وصل يمكن؟ لا لا حتى 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 سبب. حتى يعني كأفريج سبيد أنا الأولى. أنا أشوف إذا بولي موجود والتطاوي موجود بيسوونها السرعة إيزي المرحلة الأولى يقدرون يسوونها، لكن اللي 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 جبرهم أنهم ما يقدرون يحطون خطة وتكتيك وأنهم ما يقدرون يرتبون ريسهم على كيفهم هي الفرس، هي اللي غيرت كل التكتيك اللي في الريس. أنا شايفة راشد من هنا خطك كبير على فكرة. أنت كنت كاتب سؤال عن المرحلة الأولى عشان إحنا دخلنا على الثانية. هي نعم. إيه كان سؤالك عن المرحلة الأولى؟ بس أخوي سعيد. طبعًا المرحلة الأولى شهدت سرعات كبيرة، وطبعًا نحن تناقشنا أن الفرس مارلي هي اللي بدت في البيس وبدت في السرعات. سعيد كثرت البنتيات في المرحلة الأولى حيث أن أغلب الإسطبلات خذوا وقتهم في التبريد. فأنت شو تخبرنا عن هذا اللي قلته أنا قبل الحلقة اللي طافت. أنا قلت أنا أتوقع أن الجهوزية الناس ما تكون 100% على الحر اللي جانا في السنة هذا. قيضنا في حر حتى ليل الركض الحين في حر. بعض الخيل تراوي كانها جاهزة لكنها ما تكون جاهزة 100%، والمدربين أدرى بالشغلة هاي. لكن بعد هذا اللي نضربوا بلنتيات ما يعني ما راحوا بالريس على كيفهم. نعم. انجبروا أنه يروحون سرعات عالية وخسروا خيولهم من ضرب البلنتي. أنا ولا يعني حتى الجو لو كان أن الجو سيء، لكن نحن نقول عامل الجو ما دامك انطلقت الصبح ترى عليك وعلى غيرك. صح.
على الجميع. أنت راضي فيه؟ بما أنك أنت طلقت راضي فيه سماح. مارلي وصدمة البلنتي، هي كانت صدمة ولا كان متوقع؟ أخذت بلنتي الفرنسي. عفوا تأخرت 7 دقائق تقريبا وشوية وعشرين ثانية. التأخر في الريكافري تعتقد إن هو كان بالنسبة لكم أنتم في القراءات يعني زود من حساب من حسابات وميزان بولي ولا لا كانت لسه موجودة وبخطر؟ أنا صراحة سماح الفرس ما حطيتها في ليفل بولي في سباق اليوم. بعد ما شفتها؟ لا يوم شفتها قلت اليوم سباق ثاني. عشان كده سألتك. أنا شو قلت يوم شفتها سماح قلت الفرس لازم ما يعطونها تشانس إنها تلحق بسهولة. لكن السباق له ظروف سماح، أنت عندك ماكسيمم سبيد. أنت في رأيك هم خلوها تلحق بسهولة؟ لا هم ياسين يمشون على الماكسيمم، هي تلحقهم تجبرهم على سرعة أكثر عن الماكسيمم. هم يمشون بالسرعة اللي لازم ظروف سباق اليوم كانت تمشي عليها. لكن الفرس يوم تلحق تلحق وتمشي بالسرعة يعني هي على الفرس ممتازة، لكن على غيرها تعتبر نوع من الاستهتار. يعني أنا ماشي بسرعة ما محترم الظروف، ما محترم أول سباق، ما محترم شيء، لكن أنا مجبور أسير معها. أنا ما بخليها تي وتروح عني وأنا أتم أطالعها، لازم أسير وياها. أنا اللي سوته مارلي جبرت كل الصبلات اللي يبقى المركز الأول يسير، أما اللي يبقى مركز غير لا. فهني سماح حتى أنت لو طالعين المجموعة اللي موجودة ضعفت حظوظ الناس اللي جايين ورا اللي قال مدخل في التوب 10. خلاص سماح المجموعة كبيرة وفيها خيول كلها زينة، الخيول اللي موجودة من اسطبلات زعبيل واس اس وفرس الكمدة هاي كلهم طافوا العشر. كانوا يوصلون تقريبا 15 حصان. كم ترى انت تناقش يكلمون يقولون كم واحد بيظهر؟ 5 ترى الجويد العشر، نحن الحين الا بنطالع ضمارنا. فهذا الشيء اللي نجحهم اللي تم مسارين عليهم، فبنشوفهم في المراحل الأخيرة منو اللي دخل منو اللي هم حافظوا على خيلهم وصلوا بطريقة سليمة. لكن الفرس مشت بطريقة ما عطت مجال لأي شخص كان يبقى المركز الأول إلا يمشي معي. مرحلة تانية يا أخبارها كان معك استمعتها سعيد، شو اللي بهرك فيها؟ ساعات أنا بشوف المراحل وفي أشياء معينة بتبهرني في المرحلة. أنا اللي بهرني في المرحلة الثانية أن الفرس تنطلق عقبهم 5 دقائق وتلحقهم عدهم ما قطعوا 10 كيلو. أنا قاعد أتوقع على يعني أقول يعني الفرس هاي كم تمشي 33 34 في الترك كم قاعد تمشي؟ بس هو أنت كمدربين ممكن تدخلوا في المخاطرة دي إن في هالظروف أنت تضغط بطلة. شوف هو اليوم الفوز كان مش حظ لكن يعني جهد ومخاطرة. صحيح. بس أنا مش عارفة هي المخاطرة دي مش أنت ساعات ممكن فيها تضحي بالخيل اللي معك؟ 100% سمح. والشيء الأهم أخوي سعيد الفرس تظهر المرحلة الثانية روحها وتلحق ما بنا خيل وياها. لا ما شاء الله يا ما شاء الله روحها تلحق، وهاي طبعا يعني عجوبة صراحة. إيه لا اللي سوته الفرس شيء من الخيال. وهم المجموعة اللي كانت قدام ما سايرتهم يعني كانت سرعتهم عالية والفرس تلحقهم. ما كانوا يمشون 27 أو 26 لا كانوا يمشون فوق 28 والفرس كانت تلحق وتوصلهم وتدخل معاهم القرية وتتأخر وتطلع وتلحقهم. ما كان في شيء يعني في المرحلة الثانية في الجروب غير أن حصان العين وحصان الأندلس حصان زعبيل. الخيول كانت يعني أنا من النوع اللي يوم أشوف خيل مثل الخيول هذه أستانس، يعني خيول حلوة خيول ركضها زين وخيول هاي بتي في المستقبل بتركض. هذا اللي الفتنة، ولكن الباقيات أبطال ونحن عارفين لهن وحاضرين لهن وشفناهن. لكن الفرس ما خلت الريس على كيف. نتكلم عن رجوع الطنطاوي. انتوا عارفين في خيول رجوعها ذو حدين، او ان انت هو يعني انت بتقول يا ريته ما رجعه لانه ما كان جاهز، او انه رجوعه فعلا بيكون ملفت للنظر ويعني مؤثر. صامد والطنطاوي اثنين من فترة يعني صامد رجع يمكن الموسم الماضي ما تركش بصمة، الطنطاوي منقطع. نقارن بين عودة صامد والطنطاوي راشد. طبعا اول شيء لازم نثني على الصبل اس اس رجوع الطنطاوي، لان اليوم كرجوع بطل سنة غايب عن الساحة ويرد يركض بهذا الركض هذا انجاز، وانجاز بنتيجة. يعني اليوم الطنطاوي اركض زين، اداء مميز، سرعات عالية مع
الضغط اللي سويتها مارلي عرفتي. فبالعكس يعني هذا روح انجاز. صامد خيل ممتاز، بس يعني خلينا نقول نحن اليوم العطاء يمشي على يعني العطاء يوصل لي خط، الخط هذا يوقف. يعني نحن اليوم في خيل يعني يعني تركض زمان وكذا، اذا تردينها تركض مع الطنطاوي بولي خلاص عطاها انتهى. فاليوم يعني رجوع الحصان هذا شيء يعني يثنى عليه، ولكن انت طلعت راجل عجوز. لا انت بتقول لا اليوم شوفي اليوم نحن لحظه ادى ولا ما ادى جاب ادى 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 لا عند مارلي ايه ادى ولا ما ادى؟ لا كاداء ادى، بس انا بخلي اقول لك نقطه. اليوم نحن الخيل عندنا في القدره على السرعات اللي تستوي الحين، ترى مش بس العمر، اليوم كل شيء المدربين موجودين اخواني. طنطاوي كم سنه؟ مولد 2012 على ما اظن. طنطاوي مش كبير في السن. مش كبير اي لا لا طنطاوي احنا نتكلم عن صامد الحين. 11 نتكلم عن طنطاوي. لا طنطاوي ممتاز. ها انت احنا كلنا نتكلم عن طنطاوي. لا انت بديت بالطنطاوي رقم التقنيه اللي صامد. اوكي صامد يعني مثل ما قلت ليش صامد. فانت تقصد ان عطاء صامد انتهى. ايه يعني خلاص يعني ما بيقدر يعطي العطاء الثاني. اما الطنطاوي بالعكس، الطنطاوي انا قريب صغير بالعكس كصامد. سماح هذا الحصان دائما يروينا انه ياخذ له كل موسم نتيجه ايجابيه. ياخذ اول سباق عادي، ثاني سباق احيانا متوسط، او ثاني سباق يؤدي كصامد. لكن اذا هذا الموسم استمر بالعطاء يعني انه ما ادى في طول السباقات، انا بقول لك يعني خلاص. لكن انا اللي اشوف انهم جابوه وحضروه وركبوه اليوم منصور، فهم بعدهم مش قاطعين رجه فيه ان هذا شايفين شيء في الاسطر بالضبط. فانا اقول ما اقدر احكم عليه الا في نهايه الموسم. نعم. اما كبدايه موسم ما بحكم. يمكن جاي يجهز صح؟ بالضبط. بالنسبه للطنطاوي لا انا اقول لك حصان هذا اكون صريح وياك، اذا كان مو موجود بولي انا هذا كان ترشيحي. انا احنا كنا سمعنا تي ان هذا الحصان بشارك، فانا هذا كان ترشيحي. بوجود مارلي انا برشح طنطاوي صراحه. الحصان هذا سماح في كل الاشياء الزينه، في ما شاء الله نبضات قلب، فيه باور من باب الباب، فيه سبرنت. فكل الاشياء هذه هاي مقومات، هاي الاشياء اللي تحتاجها في الحصان البطل. فرجوع الحصان هذا سباق اليوم انا كنت برشحه هو يعني صراحه، اذا حتى كان بولي ما حد كنت برشحه. ما استهين بالفرس، لكن سماح ظروف احكام اليوم، الجو، المسافه، الاشياء، الفرس اول مره تجرب. انا ما اعرف الفرس كثر راعيها، وما اعرف الخطه اللي تدور في الفرس كثر راعيها، وما اعرف اللي بينافس الفرس شو بيسوي فيها. فانا كطنطاوي صراحه كنت برشحه اول، حتى اذا ما كان بولي موجود كنت برشحه، لكن وجود بولي هو اللي ما خلاني ارشح الطنطاوي. انا هتكلم على قصه بعض التغييرات اللي حدثت الموسم والمسافه اليوم. المسافه اليوم انتم مبسوطين منها سعيد يعني تستمر نرجع المسافات؟ يعني انطباعك على المسافه؟ انا يعني انا على كلام المواطنين واللي يبون المواطنين جايز له 100، لكن انا كسعيد لا، انا احب المسافه 119 عندي في دبي افضل. يكون لها تكتيك، يكون لها تقدر توصل خيلك اقل شيء المرحله الاخيره انه يدخل مع الجروب الاوائل اللي رايحات المنصه. لكن في 100 اذا ما انطلقت مع الاوائل المرحله الاولى لا تطالعهم المرحله الثانيه، خلاص انت اعتزلت عن الريس. اذا ما كنت معاهم من المرحله الاولى وفحصت معاهم انت تعتزل من الريس. اما في 119 لا، يكون لها تكتيك ثاني، تقدر تلحق خيلك، واذا بعد خص انه كان خيلك عنده سرعات عاليه في المراحل الاخيره الثالثه والاخيره يقدر يسوي مراحل سرعه عاليه تقدر تلحق. عندكم فكره بقيه الموسم هيستمر على ال 100 ولا ال 119؟ نزل جدول سماح على ال 100. لو سمح خلينا نتكلم احنا بطريقه ثانيه. شوفي شو ذكر اخوي سعيد، قال لي اغلب الناس يعني من باب معرفه الاصدقاء عنده عاجبنهم ال 100، لكن هو ال 119. نحن ما بنتكلم يا سعيد، ممكن في اكثر عن سعيد بعد عاجبنا 19، نحن عندنا 6 سباقات. نقسمهم 3 و3. بخلي عشان كذا سالت سماح، بخلي المهرجانات تكون 119؟ لا هي 100. لا انا بقول لو كان لو سماح برفع السباقات هاي كلاسيك سماح صحيح؟ نعم صح. الكلاسيكيه هاي السباقات برفعها شوي، ترى الرتم سماح يوم يرتفع يكون اعلى شوي. رضيت كلا الطرفين. ترضى الطرفين وبعد انت ترفع من لما تنزل المسافه شوي الوضع غير. شوفي نحن اقوى سباقنا عندنا هنشوف 160 كيلو.
صح ترفع الشيء. فهذا الشيء في المواطنين حلو بيكون اذا كان في ثلاث سباقات 100 ثلاث سباقات 119 او 120 ايا كانت يعني كلام اخوي عمير صحيح. يعني الحين مثلا نحن في المواطنين قليل اللي تشوفينه يسوي 27 28 غير الاسطبلات الكبيره ومعدوده بالاصابع. بعد الاسطبلات الكبيره نحن المواطنين هاي اذا يانا خيل يسوي 27 28 هذا يعتبر انجاز عندنا لو ما سبقنا ترى. صح هاي سرعه مش بسيطه نحن نسويها. انا كلام اخوي عمير انا صحيح الحين لمية اذا صارت في التسعيره الرئيس الجاي التسعير عقب الشهيد التسعيره ما عليه تحط 100 عشان انت تشوف الكواليتي الخيول اللي عند المواطنين. لكن في المهرجانات افضل ان يكون 119 افضل انك انت انت ما بتجيب خيل في مهرجان عادي عادي. صح ما بتجيب خيل عادي انت جايب خيل لازم يكون تسوي تكتيك عند انت. نحن بغض النظر نحن المواطنين نحن اقل في كل شيء في الكرو اقل من الاسطبلات المواطنين الكبيره المعروفه في الكرو اقل في العمال اقل في الخيل اقل. انا عندي 7 خيول وعندي خيول 3 ولا 4 اعرف انهم يعني مثل ما قلنا ما بنقول سباق لكنهم يوصلني في التوب 5. اذا ما حصلت لها الرئيس 119 وين اركضها؟ فلمية اوكي انا بسوي 28 مره واحده وبعدين اخلي خيلي حق السنه الجايه ما بقدر ارجع للرئيس اللي بعده. ما بقدر ارجع خيول يعني مثل انت ما ذكرت احصانك الهن طابع هالمسافة يعني تجيب المسافة الأقل مش مسافتهم ما ينجحن. فنفس اسطبلات الشيوخ عندهم 120 أو 119 وعندهم 160 عندنا 100 عندنا 120 اللي هو 119 120 الحمد لله وعندنا 160 خلي أنا عندي خيار مفتوح اليوم. أنا إذا شفت عندي حصان ما ينفع في 100 في 120 بنزله في 100 لكن هم محصورين. وفوق هذا أنا يعني أنا أزيد أنا يعني الوثبة 100 بوديب 100 دبي 100 كل 100 وين اروح انا؟ واذا انا اريد 120 وين اروح؟ اروح اركض مع اروح اركض في ريس الشيوخ زين ريس الشيوخ انا ما اقدر انافس التوب 20 ما اقدر انافسه. يعني اول والدليل الافتتاحيه شو قال اسماعيل؟ في المرحله الثانيه قال لك المرحله الاخيره بينطلقن 20 حصان. فانت اذا انت رايح حق السباق 119 انت يا المواطن انك عندك حصان يسوي 26 او 27 في 116 ما تقدر تيجي في التوب 20 ما تقدر تيجي في التوب 20. العكس اقتراح حلو سماح ومطالبه طيبه انه يستوي حق المواطنين نصين نص ذي ونص ذي بالعكس يستاهلون. يعني هذا الشيء سماح حتى اصلا يغير نمط التدريب عندهم. انت عارف انا عندي فكره لحظه ارجعوا لنا الافكار تعرفين لما بتيجي يعني افكار ايجابيه ايه اوكي في كل الجهات يعني احنا عن الاداء الحكومي المتميز احنا كموظفين حكومه بيوصلنا على الابلكيشن بيوصلنا سوري مسج شارك في الاستبيان رايك ليه مثلا لا تقوم القرى بنفس الشيء تبعت مسجات المدربين يدخلوا لينك شارك في الاستفتاء قبلها بشهرين ثلاثه المسافات انت تختارها تفضلها 119 يعني حسسوا الناس بان هم موجودين. حلو الاستفتاء ها موجود يعني في حكومه دبي في حكومه ابو ظبي في كل الحكومات موجود يعني في كل الادارات في كل على كل الاصعده. محتاجين نواكب التطور اعتقد ان ما ينقصنا هو لغه حوار. ليه سعيد وربعه محتاجين هم برنامج ويتكلموا فيه او يجلسوا في المجلس ويتكلموا؟ حد بعت لكم حاجه استفتاء؟ لا حصلت مره في التاريخ؟ ما بتحصل سماح هذه ما يصير لا لا ليش ما لا لا كان يمكن كانت من زمان نعم لا كان في استفتاء؟ لا كانوا يجون مسؤولين الغراء ويتكلمون مع المواطنين شو شوركم وشو رايكم وشو تسوون يعني هذه قديمه يعني 2014 2015 هاي شيء 2014 يعني 10 سنوات يعني قديمه منذ حقبه من الزمن نعم قديمه. وهذا الحين مثل ما يقول يعني الواحد اذا فقد حاسيه الطعم ياكل بالتذكر. نحن هذا اللي قاعدين الحين احنا هذا اللي نسويه. نحن قاعدين في القدره حلوه صح نحن قاعدين في القدره نعيش القدره بالتذكر يعني نتذكر نحن نحن شي وشي وشي بس ما في شيء جديد. يعني نحن متنا من عقب يعني من كم من سنه يعني القدره ماتت عندنا للمواطنين. انا ما اتكلم رئيسات الشيوخ بتاتا انا اتكلم رئيسات المواطنين.
ما حد ينشدك. شو الرئيس اليوم؟ ما حد ينشدك. الحين انت بس تين تساليني هني تقولي لي شو الرئيس اليوم. المواطنين نحن ما بيننا البعض ما نتكلم نقول شو رئيسك اليوم شو سويت، لان ما راح نغير شيء، ما عندنا شيء يعني. لا يعني حتى في استبيان الحكومه بتعمله الرضاء، اسمه ايه الاستبيان، في اسمه الرضاء، انت عارف المراجعه، لا لا الرضاء هذه رضاء المتعاملين مثلا، رضاء المتعاملين. نحن رئيساتنا محليه مثلا العام حطوا قرار بدايه الموسم والله البت الطويل ممنوع منع بات ويطلع خيلك اذا انت حاطن زين، العالم انصدموا رئيسات الشيوخ ورئيسات المواطنين راحوا اركضوا في العيد الوطني. انا ما قد شفت خيول شيوخ شاردات بلاي رايدريه في العيد الوطني زين، هذا القرار مو بصايب. احنا ياسين نركض رئيس محلي، انا جايب لي خيل من برا ودافع عليه قيمه ومخسر عليه بدون بت قوي ما اقدر اركضه يعني. انا انحرم هذا القرار اللي حطوه مثل العام، هذا ما في فايده لنا. هو لو قالوا شو رايكم نحن بنعطيهم، لو حطوا حتى لينك في الاتحاد ندخل نعارض ولا ما نعارض يمكن ان نحن نقدر نغير شيء يعني. لا وبعدين حتى الاتحاد يواكب، الاتحادات القرى تواكب التطور، ان العقليات بتتطور. الان الكثير من القطاعات تدار بالرجل الالي، فيعني الحقوا نفسكم بدل ما تداروا بعد كده مكانكم رجل الالي. يعني صحيح نحط ابلكيشن بدايه الموسم ندخل عليه رابط، نغير البيت ما نغير البيت، وفي النهايه فوت. هل وصلنا لي؟ لا ألومك ولا يكونوا زعلانين ولا أي شيء. المشاركة في حلقة مفقودة، في كفتي ميزان منافسين بيصرفوا فلوس، أعباء كثيرة، في النهاية منظمين هم أكثر منهم إداريين أكثر منهم أصحاب خيل. خلينا نكون نقطة بعد صحيح. بعدين حتى نحن نتبع اتحادنا يبي يسوي اللي مطلوب دوليا أو زين. نحن ترى عندنا رئيسات دولية ومش رئيسات قليلة على فكرة، رئيساتنا الدولية كثيرة وقاعدين ننفذ اللي المطلوب، لكن نحن رئيساتنا المحلية المفروض نحن نحط اللي يريح خيلنا واللي يريح المواطن واللي صح. اللي يفيد يعني من الأفكار يعني اللي دارجة مثلا. نحن رحنا الكويت، رحنا السعودية، رحنا البحرين، رحنا قطر. في الكويت ما يحتاج تسوي خيلك، انتهى تأهيلياته ما يحتاج تعيد تأهيلي، أركض انت رئيس محلي. انا اسوي تاهيليات وين بروح؟ بسوي وان ستار؟ بسوي مره ستار. انا مركاضي محلي، ليش اسوي وان ستار يعني؟ ليش ارد اسوي تاهيلي؟ فرضنا مثلا من الافكار الحلوه في قطر زرناهم، عندهم لاين التروت لاينين حشيش ورمل، يعني هذا اللي سووه الراحه للخيل وللمدرب الخيل. انت وين تبى تسوي تروت؟ تفضل تبى تسوي حشيش ورمل، بعدين اذا الايام لا تلومني ترى خلاص انت اخترت. يعني هاي افكار اللي يحطونها هم، ليش يحطونها؟ يحطونها يساعدون فيها المدربين، يساعدون فيها حتى الخيل، يساعدون فيها المواطن اللي تعبان على خيله. سمح في نقطه بعد اليوم، يعني المواطنين صراحه نتكلم بواقعيه وشفافيه، مش كلهم يرومون يشترون خيلهم برا، بمعنى يعني في خيول تي هدايا، في خيول تي يعني خلينا نقول ان بغض النظر يعني عن الخيل، يعني وصلت الاسطبل المواطن هذا هو ما عنده الامكانيه يشتري خيل من برا وخيل يعني عاقل على المواصفات اللي هو يبغيها. فاليوم انا مثل ما ذكر اخوي سعيد بخصوص البت ضروري، البت الكبير هذا على بعض الخيل مناسب لها، البلانكر، السماعات، يعني هالاشياء تساعد الخيل بانه يسير يعني بسلامه وامان على الفارس. اليوم في خيل يعني يركض ببلانكر لازم، اذا انا سمحت هني وهني ما سمحت، عرفتي؟ فكل الاشياء هاي تصب في مصلحه الخيل ومصلحه الفارس، بغض النظر عن السباق والمثلا الاير بلاكس هذه بتساعد في تنزيل القلب، بغض النظر هذا نحن هدفنا سلامه الفارس والخيل ان شاء الله. ان شاء الله عين خير. المثل اللي ذكره اخوي سعيد ترى يطبق علينا غير بعد من هالناحيه. سمعنا احنا يومني بدايه موسم
تراها لازم نحن نجهز خيلنا حق الموسم هذا. نحن كيف يعني التواريخ نعرفها؟ الجدول ينزل متأخر فينزل نحن أصلا ردي بادين نركب الخيل، فشيء من الخيل تستاهل تركب بدري وشيء من الخيل لا. فنحن نقول إذا هذا حق هذا السباق في الافتتاحية أنا لازم أركبه من الحين. كيف أنت عرفت أن هذا التاريخ بيكون؟ خلاص الموسم الماضي كان بدأ الموسم كذا كذي، لكن الجداول لما تنزل من وقت تعطي أريحية، تعطي أريحية حق المدربين. هاي الأشياء سماح جدا بسيطة، ترى سهلة، بسيطة وسهلة وما تذكر يعني إن شاء الله. تحتاج تعاون يعني. بعد تنزل تعاون. الجدول يوم ينزل مفروض الجدول ينزل قبل بفترة وينزل كل ريس وجوائزه كم. تلفلات ريس. أنا أودي ريسي من بداية، أودي خيلي من بداية الموسم. عرفتي؟ ترسم يعني فين خلاص كل ريس هاي جوائزه كذا، هذا جوائزه كذا من البداية. أنا سماح كل شيء عندهم محسوب بالملي إن شاء الله. يدفعون مقابيها. أعرف أنا يعني عندي إحساس كده إن شاء الله يكون في تغييرات إن شاء الله، يكون في وضع أفضل، والحديث هنا بيفتح مجالات كثيرة للتغييرات. نتكلم عن المرحلة الأخيرة، إيه رأيكوا؟ عشان بعد كده داخلين على السعيد قال السباق اللي طاف السباق ثاني، هذا يمكن سباقين غير. هذا المرحلة اليوم سماح، واللي أصلا اللي حصل من أول الصبح في سباق اليوم سوى تشويق، سوى حماس ان العالم كله تتريى اللوب الاخير بشكل مش طبيعي. يعني امس كنا نشوف الكميه، اليوم يتريون مارلي شو بتسوي، كيف تلحق بوجود الكم الابطال. ابتدينا نشوف مارلي شو بتسوي بعد ما شفناها شو سوت في الثلاث مراحل. ايوه بالضبط، كمرحله ثانيه كمرحله ثالثه انطلقت المرحله سماح الاخيره. خلاص نحن انا على مرشحي، لكن اقول انا بشوف اكشن، أبى استمتع، أبى طعش منو جاي بالخلف، وبعدين فارق مش دقيقة ولا دقيقتين ولا ثلاث، في أربع. بصراحة قررت تروح تشوفها؟ أنا تريت لين طلعت. ما سرت مع اللوال، خاصة اللوال الخيول معروفة، ونحن تقريبا لازم نلف نشوفهم، بس نحن بنطاع الفرس كيف طالعة، وشو بلان اللي هم يبونه، هل بيحافظون مستسلمين أو إن عندهم انتحار؟ كان إيه انطباعك؟ انتحار عندهم. البيس اللي ساروا عليه ما يقدر أي حصان يواصله. بأمانة ساروا بسرعة جنونية أقدر أقول لك إياها. بس الفارق هذا أنا حتى أقوله من المرحلة الثالثة، قلت الفرس على صحتها اليوم بتسوي اللوب الأخير 36. أنا كنت أقول هالكلام، فقلت لما نشوف شو بيصير في اللوب الأخير. فصرنا نطلع الخيول اللي بالأمام، الخيول طيبة بالله. أنا كان صراحة بولي ونعم، لكن كان شوي شادني أكثر طنطاوي صراحة. هذا اللي كان شوي يلفت انتباهي كحصان، يعني كنت أشوفه إنه هابي، وان الثقه فيه وايد عاليه. يعني حتى شوفي كشكليا بولي نعرفه، لكن طنطاوي يرجع، حط طنطاوي قبل، طنطاوي قبل وايد يحسم السباق من وقت، ما يتريح احيانا الفنش. فاقول اليوم بوجود هالبطلين شو بيكون التكتيك في اس اس؟ زين سؤالي. اوكي زين، ما ان اليوم خلصنا السباق وفوز مارلي، سؤالي لعمير، هل بتشوف من الخيل اللي مشارك اليوم في سباقات اللي بتكون في الوثبة؟ ممكن طنطاوي، بس انت سبقتها، خلنا تخطف الخط، صفر علينا خلاص الحين انتهت. لا احنا لسه بنشوف المرحلة الأخيرة. مبهرة كانت المرحلة الأخيرة، سواء تكتيك زعبيل، تكتيك اس اس، الاداء اللي ظهروا فيه مارلي والضغوطات اللي كانت ما في جزم سماح. شوفي الى الان في التصوير ايه مش باينه، ما حد يعرف منو اللي بيفوز. ايه بس الكل عارف ان بولي سبرنتر، والطنطاوي عوده بعد انقطاع سنه شو اللي بيصير. فان يتريون مارلي الحين طاشوا تكتيك، كل حد عليك كويشن مارك تكتيك اس اس شو بيكون. حتى هم يعني انطلاقه بولي والطنطاوي يوم انطلقنا بسرعة عالية، يعرفون أن خيولهم هاي عندها انفجار في المرا، يعني في الأمتار الأخيرة حافظوا على الخيل اللي وصلت يعني الريل. لكن أنا أعتقد أنهم قالوا خلها توصل. وهم اللي سووه صح، ترى ما سووا شيء غلط، اللي سووه صح وصلوا خيلهم لل الأمتار الأخيرة صحيح، يعني ما سووا شيء أبدا بتاتا. بس مارلي هي اللي بعدت الخيل الثانية اللي قاعدة تلحق. الفرس يوم قامت تلحق خيل وتوديهن للأول والثاني التعبتن، تمشي بسرعة عالية، ما تمشي بسرعة يعني سرعة جنونية، يعني شلت خيل العين ودت صار معاها شوي وتنازل،
خيل زعبيل راح معاها شوي وتنازل الخيول هاي اللي كانت ملاحقة تنازلت والسبب الفرس. الفرس هي ترى بعد ساعدت البولي والطنطاوي أن ما ينخيل مجموعة معاهم كبيرة يعني في خيول تنازلن قبل لا يوصلن حتى ولو وصلن يوصلن متنازلات خلاص صفت يعني لهم المجموعة. أيوة صفت لهم. والشيء الأهم سماح أن مارلي يوم وصلت تم ما قصرت وياهم لا تمت على سيرها والجميع الحقها يعني هاي النقطة وايد مهمة. اليوم أنا إذا عندي مثلا خيل بالطريقة هذه وبالعزم هذا أنا ما كنسر عقوتهم يا ديفة أخليه على سنته ومروح. فهاي شغلة وايد مهمة وأنا أتفق مع صراحة أخوي سعيد بخصوص أن فلترت الخيول كلها لين ما يعني وصلت لطنطاوي بولي. وشو خيول الحين خيول أساس خيول كان سايرة بعقلانية صحيح يعني أنهم وحتى لو طلبوا هم من خيولهم من قبل يمكن هم يخسرون خيلهم. في لحظة من اللحظات قلتوا في واحد منهم يعني مش هيقدر يكمل. أنا سماح قلت بس بشوف صراحة الثلاثي يعني لما شفنا الثلاثي بهالمستوى اللي ورا المكان بعد القري نعم خيل أنا ما الاثنين ما شاء الله كنت مرتاح منهم وحتى كنت أنا كان ودي انها يعني كخطة شوي يبعدون لكن هم عندهم ثقة على ثبتي. قلت لك انا بشوف شو بلان اس اس كان وهم يتريون الفرس جاية هم ما ابدا ولا كأن حد جاي يطلب الاول وراهم. شوفي السرعة اللي جاية فيها الفرس واللي معاها كان حصان العين اذا ما خاب ظني السرعة عالية يعني وبعدين يوم وصلت الفرس ما مشت بالبيس اللي هم يمشونه لا راحت البيس أعلى شوي زادت البيس الفرس راحت البيس أعلى والفرس حتى يعني إذا يعني نحن نعرف بولي الطنطاوي حتى الفرس هذه نعرف إذا دخلن في الريل ما تروم تحط هذا أول هذا ثاني هذا ثاني لا خلاص لازم تتابع للأمتار الأخيرة من هو يقدر يسبك. حتى يعني بولي اليوم أنه وصل أول لكنه ما فحص لكنه أثبت أن حصان مش حصان عادي يعني. فهالشكل اللي احنا شايفينه مين اللي تقول ما قصر اليوم؟ الطنطاوي. تقول الطنطاوي ما قصر؟ ما قصر وأنا بعد يعني أشكر الاسطبل أنه حافظ على الحصان ورجعه على مستواه اللي نحن نعرفه رجع على مستواه اللي نحن نعرفه. الطنطاوي اليوم ولا في أي مرحلة من مراحل الريل ليل دخل الريل ما فكرنا أن الحصان هذا مش هو لا ياي بمستواه القديم المعهود والخيول الخيل زعبيل وخيل العين الخيول اللي كانت خيول زعبيل هذه خيول تلفت نظر خيول حلوة لكن الطنطاوي وبولي ومارلي ما خلت لهم مجال أنهم ينافسن على الأول. كنت في شيء راشد عايز تعلق عليه؟ لا أنا أشوف بس بولي يعني يعني السرعة اللي يالسي يقدمها أتوقع أن الطلب يعني الطلب يعني من وقت لأن اليوم أنا عارف يعني وهذا كان من عندهم طبعا لأن اليوم أنا عارف الفرس مارلي كيف أداءها في الريل و يعني وعارفين الفرس هذا وعارفين أسلوبها بأن قبل الخط مسافة قصيرة الفرس كان بإمكانها أنها عندها الاسترايت الأكبر ولكن خطة صراحة كانت ذكية من الاسطبل بأنها نعم شوفي خطة ذكية من الاسطبل أمانة سباق أكثر عن اسم فرحتين سهلة السباق سباح سباق ممتع السرعة اللي سوتها مارلي صار المرحلة الأخيرة 37 فاصلة شوي هاي سرعة من الخيال ولا أتوقع أنها تصير قريب في ريس المواطن أو ريس شوخ ما أتوقع السرعة هاي تصير يعني في فترة يمكن الموسم هذا ما تصير السرعة هاي ثاني مرة في المرحلة الأخيرة 37 فاصلة شوي في اليمامة حطوا شيء جديد يعني ميزة حلوة أنك تقدر لو قلب الحصان يعني يستبعدون الدقائق كم تكون سرعته الفرس مسويه افريج سبيد 32.3 فاصلة 10 يعني هذا ريكورد يعني لو مو بقلبها اللي خرب عليها الريس كله
فوق هذا كله واصلت ووصلت لخط النهاية. حتى لو يد ثاني نحن نقول يعني لو حتى بول اليوم طاف اجتاز الفحص ويا أول وهي الثاني، ترى حتى اللي فعلته هذا إنجاز، مو بشيء عادي، مو بشيء عادي، مو بشيء عادي. وأظني أن حظها قوي الفرس أنها يوم يتوه حظها قوي. خلينا نشوف لقاءات احتفالات الفائزين بالمراكز الأولى ونرجع نكمل حديثنا. مع اسطبلات اس اس والكبده، اس اس والكبده الى خط النهايه، من يفوز ويظهر بها الفارس رقم 75 with Marley. يعني لان تاخر في القلب فما تعرفين، بس اكيد يعني حطيناه بحسبه انه بتفوز ان شاء الله. شكرا لسيدي صاحب السمو محمد بن المكتوم نائب رئيس الجمهوريه. The last look so fast and the horses amazing run for Sevilla and Canada, our horses, but nice race. باق من اول مرحله انا خيلي تاخر شوي في الفحص، الحمد لله يعني ان قدرت ان اوصل الاوائل، وصلت معاهم والحمد لله في الريل الخيل ما قصر، عطى اللي عنده ووصل في حال زين ان شاء الله. والله بيني وبين الجروب اللي قدام 4 دقائق فاضطريت ان اسير يعني. In the last moment I see the watch at 55. But they go more. المرحلة الأخيرة أنا لحق من البداية، أمشي سرعة عالية وتميت الحق، ووصلني بخيل صبلات الكمدة تميت معاها لين ما وصلنا المجموعة اللي في الأمام. المرحلة الأخيرة I would say the أصعب مرحلة. It's hot but no too much water and this. Okay. عندك استبلات اس اس، استبلات زعبيل اس 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 مكسور اس اس، خيل زين ما شاء الله عليه وفي مخزون قوي، انا عرفت من اللوك الثالث يوميا. بوزيشن نمبر 41 براين انجلو فروم اس اس، استبلات زعبيل وبالكاس الفضيه ليلى محمد المرزوقي، مطالة كاس وصل للغدره المخصص للصدات الخاصة لمسافة 101 للفرسان في هذا السباق الذي أظهرنا به من أداء للصدات الخاصة، أداء جميل وجبار، مبروك لليلى محمد المرزوقي. مدرب اسطبلات الكمدة. وخلينا نشوف أسئلة أشوف السؤال اللي طرح أم لم يطرح. لو أنت مكاني تسأل منصور عليه السؤال اللي كان نفسك يكون موجود. ها أمير جاهز؟ طيب أغششك؟ فكر. ها أغششه سيد بغششك. ها وين تشوف مارلي في سباق؟ حلو السؤال. 3 خيارات سألته على فكرة. سألتي؟ أنا يفوتني الأسئلة دي، أسئلة أسألها وأنا قاعدة كده يعني. لا بس خيرتي ولا ما خيرتي؟ ما خيرتي. أنا قلت له نفسي في إيه؟ نحن بنخير، نحن الحين بنخير ونتريق مسج. يلا. اليمامة، سباق اليمامة. يمامة. كأس سمو ولي العهد. أوكي. وو كأس الشيخ محمد. العامية الاثنين. إيه العامية واليمامة. إيه بتكلم على الفرس. الفرس. الفرسات. مارلي، تروح فين؟ لو أنت مكانه. لو كنت مكاني ما اقدر اواقع، لاني لو اوديها ما بقول الفرس تقدر تسبق. فخاطرك تشوفها فين لو انت واحد من جماهير مارلي؟ حلو السؤال ده. اشوفها في اليمامه.
تشوفها في اليمام. حلو. سعيد اختار اليمام. نعم انا سباق فرسات. وانا بعد. اوكي وانت كمان. أيه. اوكي سؤال ممكن يدور في بالك بخصوص ريس اليوم للكم ده. شو الصعوبات اللي قصدي شو الخطة؟ شو الثقة اللي كان في خطته في سباق اليوم؟ اي والله جابوها منين الثقة دي؟ ثقة ما شاء الله كانت وايد عالية سماح. صح. يعني كل المراحل هجومي، هجومي بس بزيادة، أنا أقول لك يمشي أعلى عن الليفل اللي المتوقع. لو أنت مكانه كنت تعمل كده؟ مو بهالطريقة. أبداً. لا. تمام. حلو. راشد؟ عقب السبع دقائق في المرحلة الأولى شفت استسلام؟ يعني حازك شعور الاستسلام شوية؟ زعلت يعست كده؟ أي. يعني؟ أي. زعلت أكيد. يعست؟ لا زعل زعل. خلي زعل أكيد. خلي الزعل أحسن. ها. مش يأس؟ لا اليأس لا. لو أنت مكانه سبع دقايق. لا أنا بزعل بس ما بيأس. بتحاول؟ أي بحاول. هتعمل اللي عمله؟ لا بالمستوى هذا لا أبدا مستحيل. نشوف اللقاء. ناموس ناموس الاستقلال الكبلة بالحب وبالفول وبالنصر نرفع الكأس الذهبية عالية. يا اهلا يا اهلا ناموس تحيه. ها سباب بدينا الموسم الحمد لله بدينا الموسم وفقنا والله. اليوم ممكن تقلع النظاره؟ انت ليش يا اسف الظله مخلتني انا في الشمس؟ على فكره انت في الظله. صدق؟ صدق انا ما باخدش من الكم ده غير التهامات. يلا ها انت جالسه طلعت جالس في الظله زي عاد. انت ليش مسكرين عيونك؟ انا مسكر عيوني. انا عيوني روح انا اقول لك انا عيوني هالكبر اسكرها ما يبين شيء. الحين بيجي في اللقاشيني عيون. دول كام؟ أربعة تاس. نبدأ من الموسم اللي فات. أوكي. أعتقد ليه بالموسم اللي فات؟ لأن الموسم اللي فات دايماً هو اللي بيخليك تبتدي كيف هتفتتح الموسم وتعيد حساباتك. في شو عدت حساباتك وبعد ما خلصت الموسم؟ العام إحنا أدينا أداء وايد زين مقارنة باللي قبله؟ نعم العام عندنا أربع سباقات فازين فيها. اللي قبل أعتقد ثلاثة. يعني العام كان أدائنا أحسن عن أول العام. بس عارف أدائكم ما كانش فيه. شوف انتوا لأما بتنافسوا لأما مش موجودين في الريس نهائي. ليش؟ لا أقصد أقول لك يعني انتوا ايه من أول الريس لأما موجودين في المنافسة أول ما بيسقط الأوراق معاكو بتبتدوا تعانوا معاناة يكون عندكم تداعيات. لا كلام مش صحيح. كم مرة فاز الموسم الماضي في الوثائق هنا في سيح السلام؟ سباق واحد. أوكي مقارنة بأعوام انت كنت بتيجي في ولي العهد في كاس شيخ محمد في هنا وهنا وهنا. صح صح كلامك صحيح. لكن ما يعني تعرفين الخيل قرية دبي ساعات غيروها نحن خلوها من 100 من 119 ل 100. تعرفين مارلي اليوم عانينا وياها. خليك معايا في الموسم الماضي. أوكي. كان عندكم الموسم الماضي خسائر في بعض الألقاب اللي انا عارفه ان هي غاليه عليكم. صحيح. انت وانت بتقول السنه هاي انا داخل على موسم جديد شو اهدافي؟ انافس في كل سباق. بس انت ابطالك معدودين على اليد. موجودين ان شاء الله بين اللي قعدنا عشان خيول يدد ان شاء الله بيركضون السنه. حتكون مركز في سيح السلم ولا بالكم اللي عندك؟ على فكره انت لما تجلس هنا هاي وعود متحاسب عليها في الموسم. انا اليوم فايز في الافتتاحيه. صح. حلو حلو. السباقات الجايه ان شاء الله بنشوف الخيل المناسب لأي سباق ونشوف جوزة الخيل. ليه انت نفسك في اي لقب هالموسم؟ صراحه كاس شيخ محمد وكاس حمدان محمد. امنياتك؟ نعم. عندك العتاد ليها ان شاء الله نجهز لها الحين. لما انت تقول لي كده معناها ان انت يعني في الوثبه هيكون لك حضور بس مش قوي وما اصلا السباقات هناك مش هتكون كتيره. حتى الوثبه بكون ان شاء الله بنكون هنا في كل مكان ان شاء الله في دبي وفي الوثبه وفي دبي. هتجيب كل ابطالك مره واحده هنا في السباقات ولا هتنوعها؟ لا انت لو تشوفين اليوم احنا شو مدخلين. صح مالي بس. ايه صح. وكم خيل اللي يفوز؟ كم خيل؟ خيل واحد. في كل سباق ان شاء الله بركز على حصان واحد. يعني انت الموسم اللي فات خرجت راضي؟ نعم فوق الرضا بعد مو راضي. شو راضي؟ عندي اربع اول. انا الصبي المواطن اللي فايز اربع سباقات. يمكن ما تعرفين هالحسبة انت. لا كيف ما احسب احنا لو طلعناها الحين اخاف تطلع انت غلطان. لا مش غلطان. انت الاستابل الوحيد؟ أنا الصبل الوحيد اللي ماخذ أربع سباقات مواطن من الصبلات المواطنين. عندي أربع سباقات أول في القريتين في الثلاث قرى. إيه بس خد بالك إنه مش كل الاسطبلات الخاصة راحت الكبار. هذا مش مشكلتي أنا.
يمكن انت كنت بتدور على التعويض فقرة ثانية. لا 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 انا لا 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 انا شوفي يمكن لا لحظة لا. يمكن كنت بتدور على التعويض فقرة ثانية يعني لا لما لا. زعبيل ما تروح واس اس انت الارض مفتوحة ليش لك. انت تحرين سباق بوذيب سهل مو بسهل بس ما فيهوش الاسماء الكبيرة الجبارة اللي بتركز. انا طالع عمرك اليوم يعني مثلا سبق اليوم سبق كان بسيط. لا 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 انا ما كلام لا تدخلنا في سبق لا انا ما كلام لا تدخلنا في سبق اليوم انا برد على كلامك لما بتقول ايه؟ انا الاسطبل الوحيد اللي فاز باربع ريسات فانا بقول لك انت فزت فيهم في غياب يعني ناس ثانيه. لا لا انت تقولين انت راضي قلت انا راضي صح لاني انا ما عندي اربع ريسات خلاص. بس هالموسم حتبقى في الثلاث قرى بنفس التركيز ولا لا في لا قريه خطر فيها اكثر؟ لا 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 ثلاث ان شاء الله في الثلاث قرى. حلو جاهزيه بوذيب وجاهزيه الوثبه نفس جاهزيه سيحي سلم بالنسبه لكم كاسطبل من اي ناحيه؟ لا انت يعني في فرزك للخيول لما بتقول ها باجي فيه لسيح السلم ها بروح فيه للوثبه بتقسموهم ولا لا ما بتقسموهم؟ انا شو اللي يجهز عندي ادخله. برافو. شو اللي يجهز عندي ادخله. حلو. يعني تعرفين الخي يعني تفحمه الحينه وتفحمه بحام ثاني ما تضمنه تجهزه حق السباق يعني تتريع عليه حق مثلا شهر 12 ولا واحد يصمل لين شهر واحد فاي خيل يجهز عندي ادخله. نتكلم عن سباق اليوم ابداع الله طبعاً الحمد لله إبداع. عارف كمان ليه؟ لأن أنا في كل مرحلة كنت بقول خلاص صعبة. أنت كنت ترشحيني يا مارلي؟ صدق قبل الريس؟ قبل لا ها في الريس؟ إيه لا مو لي ولا واحد بالمية. لا شوفي مارلي أمي صعب عليها لأن الريكفري مالها يعني تعرفين اليوم مارلي يعني كنت بتوقع أن قلبها اليوم أحسن عن كل مرة لكن نفس كل مرة نفس كل مرة فمية كيلو صعب عليها. لو 120 كان يعني كان عندي يعني تعرفي طموح وأمل أكثر أفوز لكن الحمد لله رامت مالي تلحق. يعني لو أنت مكاني كنت ترشحها؟ لو أنا لا لو مكانت أتمر يعني أنت تكوني منصور أيوة يعني أنت نبدل الأدوار. أنا ما أعرف عنها شيء في لا 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 ما تترشح أنا دام أنا مرن الفرس ها أرشحها. ما وترت أعصابك اليوم؟ يعني كل مرحلة أنت بتعود صحيح. وترجع في القرية تدوب أنت صراحة كان سباق يعني مالي صراحة اليوم ما قصرت والله لا لا يعني أنت تخيلي أربع دقائق ونص خمس دقائق أربع دقائق ونص تعرفين كم دقيقة؟ 14 دقيقة وأنا أروح أنا عارف عمال تعود 14 دقيقة يعني صعب 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 ما شاء الله طلعت فرس جبارة. قرأت خطط الآخرين وهم قدامهم عارفين أن أنت متأخر؟ والله صراحة يعني مين كان مع القدام ومين كان مع مارلي؟ صراحة يب. أنا مرة قدام ومرة راشد قدام يعني نبادل الأدوار. ها قرأت قراءاتهم هم كانوا بيعملوا إيه؟ فكروا في مارلي؟ والله ما أعرف صراحة مفروض أنا لو كنت مثلا فكروا يعني فكروا بحط يعني أنت لو تشوفين بس هم كانوا بيتكلمون عن مارلي لأن حتى في التلفزيون يتكلمون مارلي جاية وصلت ويعني مارلي يعني حسيت في حد معاكم بيراقبكم؟ أكيد يعني هم طبيعي ما يحتاج هذا الكلام يعني أكيد حد بيتابع مالي بس الحمد لله. حسيت في فترة إن هم بيضغطوا أمام عشان أنتم ما تحصلوهم؟ والله صراحة المراحل الثلاث المرحلة الأولى أنا صرت بس عالي لأن قلت إذا مالي أخرت في القلب أكسر بس هم ما خلوك يعني شوي قدرت أتقدم مش دقيقتين يعني ما هي أخذت سبع دقائق لكن المراحل الثلاث يعني حتى الثالثة يعني ما ساروا بيس وايد عالي صراحة. كانوا مفروض يزودوا؟ ماشيين 29 يعملوا ايه اكتر من ده؟ انا طالعين مالي 37-38. طب انت كنت حبيب ان هم في اي مرحلة يزودوا اكثر لو انت مكانهم؟ كل واحد ولا فكر ما اعرف كل الحين واحد الحين لو انت مكانهم لو انت مكان زعبيل واس اس ومارلي ماشي 37 هو المفروض يمشي كام؟ انا صراحة يعني مثلا اذا كان عندي خيل يفحص مرحلة الثالثة ما بسير بيس عالي بسير 30. أنا مالي كل مرحلة ألحقهم 32-33 وأدخل معاهم آخر تقريباً 4-5 كيلو أقبض وياهم يعني تم وياهم مالي اللي ما تدخل يلفوا يلقوا كتير معاهم يلفوا يلقوا ركضت مالي ما شاء الله اليوم عليها في إشادة لازم أعطيها الليلة لأن لو ليلة الفتنس عندها أقل كان صعب إن هي توصل مالي. التعويض كان مستمر فكرتني بعبد الله عبد الله غانم على طول في التعويض رقم واحد هو الحمد لله. حتى انت ما شاء الله عندك ليلى بين البنات تعتبر فارسات يعني لا رقم لا واحد في التعويض تركب تركب نعم.
خليني بقى انا اقول لك نفسي في ايه. بتحتفظ في مارلي لاي ريس؟ يا جميلتي ولا اليمامه؟ صح، يا جميلتي ولا يمامه ان شاء الله. وانت في خاطرك ان هي تكون حامله لقب؟ والله ما عندي مشكله، يا جميلتي ولا يمامه، المهم الريس من هالثنين. صوتك راح. صوتي لها مباراه الوصل هذا. كده هنا. طب قول لي ايه طلع على الكوره؟ اي نعم، ها فوز الوصل على العين هذا هذا تاريخي. اي نعم بالارقام. اي نعم، احنا اليوم انا تفائلت من فوزنا، فوز الوصل على العين. ها تفائلت بفوزنا اليوم ان شاء الله بكاس الوصل. حتكون رقم صعب هالموسم ان شاء الله. هلا كلمه راجع. شو ها؟ راجع بقوه، يعني بدل ما يكون عندك لقب يكون عندك كم من لقب ان شاء الله. شوفي اخت سماح، كل سباق تعرفين لا توفيق من رب العالمين، يعني مثلا انت اليوم مثل ما قلتي نحن ما ترشح صراحه على ريكفري الفرس، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنركض زين. مين عجبك في تشكيله اس اس اليوم؟ هي تشكيله كلها كانت ابطال، لكن انت مين كمدرب؟ انا كنت ارشح بولي على طنطاوي. طنطاوي بولي يعني حتى في الفينش يوم شفت بولي شفته لا لا سبوق سبوق، حتى طنطاوي ترى رجع ركض، بس عندي انا بولي احسن عن طنطاوي. لسه بولي هو الافضل. اي نعم، الله يعوضهم خير في ما حالفهم الحظ، لكن والله ركضوا حتى زعبيل. حتى زعبيل ادائهم وايد زين صراحه، الخمسه اللي ساروا الفينش. انت عارف زعبيل دائما ما بيركزش في السباقات الاولى. ايه. تحس انه صح يعطونه شويه عقب بعدين يقول لك خلاص كفايه. لا بس لا من اليوم ركضوا ركضوا اليوم صراحه، اسس وزعبيل الكمده اليوم ركضوا يعني، بس انا كان عندي يعني راس يعني بس كان عندي مالي، لكن هم عندهم فرقهم صراحه يعني مرحلة الأخيرة صرنا بيس عالي. ناموس ناموس. نشوفك في كاس سباق الجاي. مش هيسيبوك. شوفي ما في سباق أحد يخلي الثاني. صح. في كل سباق ولا أنت هتسيبهم ولا هم هيسيبوك. نحن بنجتهد والتوفيق برب العالمين إن شاء الله. إن شاء الله نبرز إن شاء الله خيول جديدة إن شاء الله. إن شاء الله. الفوز يوم تبرز خيل جديد ويفوز عندك هذا بعد فوز فوزي. اشتريتوا خيول؟ نعم. خذنا خيل إن شاء الله. هتجهز الموسم ولا الموسم اللي بعده؟ ان شاء الله. ان شاء الله. Good luck. Thank you. مشكورة. يعني كبير كبير صراحة. فعلا أداء حلو، أداء مشرف، أداء مشرف لصبلات اس اس، أداء رائع وعودة قوية. يعني يمكن زعبيل دائما ما نراها سباق سباقين وبتبتدي تظهر بقوة، لكن واضح أن هالموسم سيكون مختلف بالنسبة أيضا لزعبيل منذ بداية الموسم، ويعني أطلقت عيار وكان واحد من الأعيرة الثقيلة لديها في الاسطبلة. هاخد منكم المباركات وندخل على التقيل. يلا. نعم، بداية أحب يعني أهني الصبلات الكمدة على رأس أبو محمد، ما قصروا على هذا الأداء، وكذلك المدرب منصور وكل فرد في هذا الاسطبل، ما قصرتوا، أداء مميز مفاجأة أبهرتوا الجميع، أسعدتوا صراحة محبين هذا الاسطبل وكجماهير هذه الرياضة، يستاهلون. تمام. سعيد. أنا مثل الاسطبلات الكمدة وأقول له ناموس، وأنا مثل المدرب منصور ما قصر هو مع الفرس، والريال من المرحلة الأولى كان واثق من الفرس أنها ما تنزل من الثلاث، يمكن ما يقول لك أنا أسبك لكنها ما تنزل من الثلاث. ونومس زعبيل سعيد يابر أقوله ناموس، ونومس اسطبل أسس أبو علي، اسطبلات كلها ما قصرت، وندخل معاهم اسطبل العين بادي بداية الموسم بداية قوية، واتمناها انه يستمر هذا اسطبل كبير من الاسطبلات الكبيرة اللي كانت تنافس في كل السباقات، وهذا دليل ان اسطبل العين راجع السنة ان شاء الله. اقول الناموس الاسطبلات الكمدة، هم وصلاويين وهم لونهم اصفر ومسبحهم اصفر. زعلت منك سعيد، هو ما كانش ناقص يعني، كلنا زعلانين. طلع عناوي وسعيد عناوي، فكده زعلت منك سعيد، جبت له خبر الوصل وهو يعني ايه. لا نحن كاس الوصل يوم حتى سباق الوصل يعني حتى يوم يدخل يعني الحين مثلا اسطبلات العين اشجعهم انا، بس مع العين مع العين انا عيناوي. انت كان ايه وضعك وانت بتشوف المباراه؟
ما كنت اتابع مبارك ان عندنا حلقه هنا انصدمت لما سمعت ابعثوا لك انصدمت يوم قالوا لي الوصل ثلاث انت عشان كده لما حطينا لك المباراه هنا وانت بتتابع حسيتك سايلنت ايوه ولا قال ولا كشف عارف حط سايلنت وساكت بس تصدي عليه ايه والله نعتذر منك على هالمشهد ناموس الصبلات ناموس الصبلات كم ده ناموس المدرب منصور بامانه ابدع وسماح والحلو اللي في السباق سماح انه ما سبق وما عنده نجوم بولي بطل صحيح ما سبق بولي سابق لكن سوى سباق في وجود نجوم هذا اللي حل السباق اكثر صح. هذا اللي عطى السباق اليوم نكهه اخرى انك انت بتشوف اكثر عن بطل يتنافسون فهذا الشيء اللي كان حلو في السباق اليوم بامانه ناموس صبلات الكمده ناموس الجميع فيه ناموس صبلات اس اس بولي بيض الله ويها ما قصر وناموس والله يعوضهم في الطنطاوي مركز ثالث ناموس صبلات الزعبيل ثاني ورابع ناموس صبلات العين اتفق مع اخوي سعيد على الحصان هذا بامانه حصان بيكون له حضور في السباقات الجايه اليوم كان شكله ما حد يقدر يستثني من المنافسه كان اليوم بامانه الحصان الصبلات الرمك نقولهم الناموس المركز السادس بيض الله ويهم واصطبلاتك حال طبعا أنا بقول هالكلام بعد عن الربع وبالأخص عن يارة عن يارة لأنه دائما يقول ياري 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 اليوم قدمتها عن أنا واصطبلات كحال بعد بيض الله ويهم واصطبلات السراب واصطبلات ما بأول اشتراك مع المدرب أحمد الشحي واصطبلات الجوارح ناموس الجميع استنى أنا عندي سؤال مين اللي جه في المركز الحداشر وتقول له هارد لك لأنه ما طلع العواصف طلع كده العواصف ما نقول حق العواصف الحين هارد لك اليوم خلص الريس 22 حنقول له كلهم لا هارد انا اصلا اقول له هارد لك من الجوائز حتى اللي في 22 قريب على العاشر يعني كلهم هذول هارد بين ال 11 وال 10 كم دقائق 29 28 ثانيه كلهم كانوا قريب على العاشر يعني تخيل 28 ثانيه كان محمل خيل وجاو كده طيب انا عندي لكم خبر حلو للناس اللي حملت خيل وبتيجي وكده اوكي في مبادره من برنامج الخطه وهي نجم المرموم هذه المبادره عباره عن شقين مسابقه ان شاء الله في موسمها الاول في برنامج الخطه حنجمع نقاط الشق الاول خاص باسطبلات الشيوخ وهو افضل خيل في الموسم الشق الثاني الخاص بالاسطبلات الخاصة هو تصنيف جروب 1 وجروب 2 للاسطبلات الخاصة هنشرح أكثر المسابقة وطريقة الاشتراك فيها وأهم سؤال أنتوا أكيد تشوفوا بالنسبة يعني أفضل خيل في الموسم سهلة حصد النقاط هنشرحها اللغط سيحدث في جروب 1 وجروب 2 نتكلم جرت العادة كلنا عايشين في الخيل مع بعض من فترة ومن زمن كبير هذا الاسطبل على إمكانياتي مو بنفس إمكانياته وسابق معه و و و بس هو في النهاية عنده أبطال هو كمان من حقه أنه هو يسابق وإنت كمان عندك أبطال مش بنفس الكواليتي اللي عنده وبالتالي كانت المبادرة في الخطة بطرح فكرة نصنف في السباق مجموعة اسمها جروب 1 ومجموعة اسمها جروب 2 المجموعة الأولى لها ثلاثة مراكز أولى سوف يتم توزيع سيارات عليها جروب 1 جروب 2 أيضا نفس الشيء ثلاث سيارات مركز أول مركز ثاني مركز ثالث جروب 2 كيفية التصنيف ولكي لا يحدث اللغط كلام المجالس أنا بادرت قلنا نعمل أبليكيشن ونعمل تصويت هذا التصويت سوف يتم عن طريق أبليكيشن من داري محايد لا حد يقول ها سووا ها حطوني ظلموني لا عن طريق أبليكيشن من داري أتمنى أن أنتم تبتدوا تنزلوه ويكون عندكم أنت هتدخل كمدرب عشان لا يدخل المدرب هو ومن يرغب من القبائل لا لازم يكون عندك رخصة مدرب وتسجل وتكون انت نفسك هتكون مشترك معانا كلهم سيكونوا موضوعين في لستة واحدة كل اسماء الاسطبلات انت هتضغط على الاسطبل وبعدين تحت مكتوب انت رأيك هو جروب 1 ولا جروب 2 ووفقا للتصنيف اللي هيكون يعلن فيه من داري انت هتعرف انت رحت في اي مجموعة جروب 1 نفس الفلات ريس
كلهم خيول بطلة لكن مش بنفس المستوى. فحرام أن يكون في اسطبل المبادرة أساسها خدمة جروب 2 يعني بصراحة خدمة جروب 2. أنا بزعل لما يكون 28 ثانية فارق بينه وبين العاشر ولم يأخذ جائزة. ليه نزعله؟ أزعل أكثر إحنا أهل خيل مع الناس وأنا عشرتهم سنوات كثيرة. أروح القرية ألاقي في مكان خالي لأن حد قرر خسائري أصبحت أكثر. وأزعل أكثر وأكثر لما سمعت إن في اسطبلات اتباعت واسطبلات أهلها يعني أصبحوا مديونين بسببها علشان هواية هم حبوها. وأزعل أكثر عندما أرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما زال يعتز بهذه الرياضة اللي زرعها في أنفسنا. يعني أنا ما كنتش أعرف شيء عن رياضة الخيل، ناس كثيرة ما كانت تعرف شيء عن رياضة الخيل. حبة الخيل من حبها لفارس العرب، وبالتالي يجب أن تعودوا، عودوا ولو بشيء قليل. هذه هي البداية، وإن شاء الله دائما الوعود أكبر وأكبر. إحنا زرعنا البذرة، لا تتخلوا عنها، كملوا أنتوا فيها المشوار. عارفة أنه مشواركم صعب، وعارفة مرينا بموسمين من أسوأ المواسم المادية. بتحب الرياضة بس أنت من حقك في أهل بيتك تفرحهم في النهاية بهدية تجيبها، تكون مبسوط متنومس، مش كمان طالع وخسران وما طلع لك شيء وماديا أصبحت مديون. هؤلاء هم المجموعة التي سندعمها في القادم في الخطة، ولكي الكل يشعر بالرضا أنتوا يعني جزء منهم حتنافسوا جروب 1 وهتكونوا معاهم، بس هتحصدوا نقاطكم بطريقة مختلفة وجروب 1 هيحصدوا نقاطهم بطريقة مختلفة. اليوم مر علي مجموعة من الشباب قالوا على فكرة احنا افتتحنا اسطبل جديد، فأنا سكت كده في سري وقلت مش عارف اللي مستنيه. إن شاء الله القادم أفضل، صدقوني القادم حلو. أنا عارفة النفق كان مظلم شوية بس ستعود له الإضاءة. تفضلوا ورق المدرسة، هنبتدي نقرا معاكم جائزة نجم المرموم. ممكن تديها له، اديها لعمير، ونبتدي نتكلم عن طريقة نجم المرموم افضل خيل في الموسم كيف ستتم. اقرا راشد. جائزة افضل خيل في الموسم تحسب النقاط للمراكز الخمس الاولى. حلو، مفهومة؟ مفهومة. اللي بعده، تضاف 100 نقطة لأي خيل يكرر الفوز. مفهومة بعد. تضاف 200 نقطة للخيل الفائز في قرية سيح السلم ويكرر الفوز في قرية الإمارات للقدرة أو العكس. واضح بعد. ميزة هالنقطة إن إحنا بندعو الأبطال الذهاب لكل قرى، ها أهم شيء. وإن ليه حددناها بالمراكز الخمس الأولى؟ لأن شوف اللي جايب بطل يفحمه، إحنا مش عايزين إن هو يجمع بيها نقاط ويكون هو استفاد. لا، أنت جايب بطل تنافس بيه يبقى أكيد هو هيجي في التوب فايف، لكن أنت جايبه مفحام لا. وبالتالي هي الخمس مراكز الأولى هي التي ستحصد النقاط. نشوف طريقة النقاط في أفضل خيل للموسم. طريقة النقاط هي محددة أكثر بالمسافة. وبعدين هناك بونس كما أطلقنا عليها. البونس عبارة عن لو أنت كررت الفوز في قرية سيح السلم هتاخد 100 نقطة، لكن لو فزت في قرية سيح السلم ورحت كررت الفوز بالمركز الأول في قرية الوثبة بونس 200 نقطة بجانب نقطة مسافة السباق اللي أنت حصدها. بالتالي حافظ على خيرك، شارك في كرة القوة. اللغط هاي يفوزون هني وما يفوزون هناك، يفوزون هناك وما يفوزون هني، لا خلينا نتشجع ونأتي لكل القرى. نروح للمهم وهو جروب 1 وجروب 2 نجم المرموم. شروط المسابقة، ارجعوا لي بس لحظة، خلينا نتفق اتفاق، بلاش لغط خلاص. إحنا عملنا مبادرة وبعض الأحيان المبادرات بتنقلب علينا، فلا نريد أن تنقلب أي مبادرات لو سمحتوا على أي شيء. وليش وليش سويتوا؟ إن شاء الله الموسم القادم، هي الفكرة كانت صغيرة، الموسم القادم لو استمرينا ونجحنا بيكون تصويت على مجال أكثر. بترضى ولا مش راضي بالشروط اللي وضعناها الآن؟ بس أعتقد إن هي كلها شروط. عارفين من كثرة لقاءاتي المحايدة مع الجميع أنا سمعت المشاكل الكذا، فحاولنا نضع الشروط. شروط نجم المرموم للإسطبلات الخاصة هي كالتالي. سعيد يلا.
إرسال أسماء الخيول المشاركة، لن يستقبل أي إضافة بعد تاريخ الإغلاق، لن يسبح إضافة أي خيل في الموسم، لن تحسب أي نقطة للخيول الغير مرسلة أساميها. إيه رأيك؟ ممتاز. إيه رأيك يا راشد؟ أنتوا أصحاب على فكرة اسطبلات خاصة. نعم. يمكن من اللغط اللي قيل لا لا نخليهم يرسلوا من بداية الموسم. افرضي أنا مواطن، أنا على فكرة كنت بكلم أقول لهم يعني أنتوا كمواطنين بتشتروا خيول في خلال الموسم، المواطنين جروب 2 خلينا من جروب 1، أنتوا في نص الموسم أنت كمواطن. لا أنا ماشي يعني يشترون. ها؟ نادر مشكلة يعني نسبة الأغلبية. قليلة نسبة قليلة ما يشترون. لا نقول يشترون بعدين ما عليه، نحن الشروط هاي كلها زين، نحن لازم نضيف أشياء في المستقبل لازم تدخل. حلو. مثلا الحين مثلا سعيد عمهي وأخوه خليل عمهي هم اسطبلين متفرقات لكن خيولهم واحدة، اتحدوا من أول الموسم، يعني لازم يحطون أسامي الخيل كلها، يرسلون أسامي الخيل باسم واحد. واحد حلو. فرضنا أنا عندي خيل مجمع نقاط، مثلا بعد ولي العهد بتاع خيلي بتاع خيلي أنا إذا بتاع خيلي هذا ففي المستقبل بخسر، ما عندي خيل بيعوضني. شوف هو أنا كم سباق عندنا خلال هالموسم في قرية سيح السلام؟ 4 تقريبا أو 5 مواطنين. 6 نعم. عملية بيع الخيل خلاص أنت بالبركة جاك أكثر من الجائزة، اترك المجال لغيرك. لا 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 مفروض نحن مثلا أنا بعت خيل مو بشرط أنه راح لشوخ، يمكن بعت أخوي أمير اشترى، يمكن أخوي راشد اشترى، لكن خيل مجمع نقاط عندي. حلو مجمع نقاط. نحن هذا اللي نتكلم عنه. نقطة زايدة أني أنا إذا دخلت ريس شوخ لازم ينحسب نقاطي. زي محسوب. محسوب مو بريس عامية فقط شيوخ. لو دخلت في الشيوخ محسوب ترى مكتوب تحت محسوب. احنا هنكمل. انا بس كنت بسأل رأيكم ايه في الشرط الاول. لا هاي الشروط انا زينة. لسه هتشوف الباقي. مثلا راشد واخوه سالم، في خيول باسم سالم اخوه وفي راشد بس عنده خيول باسمه، هذين الخيول لازم يدخلن باسم واحد منهم. حلو. نعم. بس انت عارف هو كان ايه الهدف؟ الهدف عدم التكتل. يعني ان انت اوكي انت يمكن عندك اخوك عنده، بس غيرك في اسطبل ما عنده اخ وما عنده حد يتحد معاه ويعملوا كتيبه يدخلوا يواجهوا. انت انا واخويا 12 خيل. لا انا بتكلمش عنك بس، مش عنك انت، انا بتكلم عن المواطنين. ايه نعم نعم. بس في حد تاني ما عندوش اخوه. نعم صح ولا لا؟ يعني انت يعني الحين مثلا انا بعطيك مثلا، انا عارف مواطنين مثلا 4 ريايل شارين خيول الشركة يعني قطية. زين هذيل الأربعة الخيول كلها باسم واحد منهم. حلو. حلو. تدخل المسابقة. لكن الحين حالياً هن يركضن بأسامي أربعة مختلفين. فهمتي علي؟ كل واحد ضبط أموره. الحين لازم تحطين تفكون. يعني لازم إحنا عندنا تفكون. وقت. إحنا لسه عندنا وقت من هنا للريس يعني القادم. يعني لا يعني نحط مثلاً آلية. أن لو حتى الخيول متفرقة بسامي هذيلا معروفة أن هذيلا اسطبل واحد، 4 مشتركين في اسطبل واحد، أن يدخلون المسابقة باسم واحد منهم. بس ترى سعيد شو يستوي فيها؟ سعيد كلامك كله حلو. الحين مثلا هذا ترى اللي أنت تتكلم عنه بيكون 4 خلنا نقول، لكن هذا كأونر، لكن مدرب واحد والاسطبل واحد، هذا بيضاف تحت هذا المدرب والاسطبل، فهم شراكتهم في الخيل هذه الله يوفقهم فيها. إيه بيكون ضربة حتى أنتوا يوم تبون تتحدون هذا شيء بينكم. إيه نعم. إيه يستوي كذي. اقرأ أنت الشرط القادم مع أمير نشوف طريقة أخرى. فرز المجموعتين بعد إغلاق التسجيل يتوجب على كل مدرب مشارك فقط في المسابقة نجم المرموم توزيع كل المنافسين المرسل لأسماء خيوله على المجموعتين وإلا لن تقبل مشاركته. نوضحها أكثر. انت عايز مياه توضيح دي؟ إيه. اوكي الليسته اللي احنا اتفقنا عليها انت هتبعتها وانت هتقرر انت عايز تكون في جروب 1 ولا جروب 2 وفقا لللسته. ممتاز. اللي من ناحيه التقييم يعني ما يستوي يقيمك مدرب غير. مش مشارك لازم يكون هو عنده مشارك. اللي مشارك مشارك معنا في اللسته. إيه. ممتاز. مو بواحد يالس حاط لي على ريده يعني مش انت وربعك تصوتوا وتحطوا. إيه. يعني الاسطبلات اسطبلات المواطنين هي تقرر منو في جروب 1 ومنو في جروب 2. ممتاز. من بينكم. ممتاز. طريقه جمع النقاط طريقه جمع النقاط زين. المجموعه الاولى
تحسب النقاط من المركز الأول إلى العاشر. حلو. لكل السباقات المقامة في قرية سيح السلم باستثناء التسعيرة. لأنهم مش مشاركين أصلاً في التسعيرة. صحيح. أوكي، الهدف من تحديد حتى المركز العاشر يعني هو لو جاء عنده خيل في المركز الحداشر إحنا مش هنحسبه. أوكي. عشان ما حد يدخل تحت جروب، يعني خلينا نفترض هو جروب 1 بس عنده أكثر من خيل. فهو يعني ممكن ياخذ 4 هنا وبعدين بعد المركز العاشر يجي له 2 خيول فنجمع النقاط. لا، بعد المركز العاشر لو حتى لو عنده خيول لين المركز العشرين لا تحتسب. جروب 1. اوكي. واضح. بس الجروب 1 كيف سعيد؟ يعني أحينا؟ مثلا نحن الاسطابلات الكبيره في المواطنين يا 11 ما له نقاط. ممتاز. ما له نقاط بس في العاشر نقاط. بس في العاشر نقاطه، بس في العاشر الاول. اوكي. نقاط بعد العاشر ما له نقاط. زين. جروب اي، سؤال جروب اي الحين. جروب 1. جروب 1 هذا الجروب 1 اركض ما ينزل ولا يتم في مستوى جروب اي؟ لا ما ينزل. اوكي. لين نهايه الموسم. حلو. زين، المجموعه الثانيه بس ولا قاطع كلامكم باستثناء التسعيره. هم ما يشاركون اصلا في التسعيره. الجروب 1. جروب 1 اي. الكم ده ساعات بتشارك في التسعيرة بس خلاص، الكم ده لو ستصنف وفقا للتصويت كجروب 1 مشاركتها في التسعيرة ما تحتسب. لا تحتسب بلا نقاط. أوكي. نعم واضح. أوكي. المجموعة الثانية تحسب النقاط من المركز الأول إلى العشرين لكل السباقات المقامة في قرية سيح السلم. أنت لو شفت اليوم الريس كأنه مقروء، كم واحد خلصه؟ 22. تخيل. يعني أنت لين المركز العشرين عندك نقاط أنت عمال تجمعها من جروب 1 ومن جروب 2. هو أنا وقفته عند حد خلاص، أنت لين العاشر شكرا، لكن أنت عندك إمكانية تطلع فوق للعاشر، يعني أول ثاني ثالث رابع مثلا. اليوم مثلا من جاي من التوب 10 ممكن يكون، أنا ما أعرفش هو جروب 1 ولا جروب 2، خلينا نفترض إحنا في المجلس لما نشوف اليوم النتيجة، خلينا نتكلم نقول مثلا اللي جاي سادس مين مثلا أو اللي جاي خامس مثلا العين. الأكثر الناس بيحطون أكيد الكمدة والزعبيل والسس، هذا جروب 1 وحتى العين وبيحطون العين خاص. أروح الرمك. إيه؟ المركز السادس. المركز السادس هذا على نقاط برنامج الخطة بياخذ له 70 نقطة. عرفت؟ ممتاز. وهكذا. أمير سعيد، الجوائز. الجوائز يتم رصد الجوائز لثلاث المراكز الأولى فقط للمجموعتين، وسوف يتم إعلان عن الجوائز. إحنا يعني هي ثلاث سيارات للجروب 1، ثلاث سيارات للجروب 2، وسيارة لأفضل خير خلال الموسم. بيض الله وجهكم. أنا صراحة على هذا نقول نحن نصفق. هذا نجم المرموم. نجم المرموم ذكرني في سنين مضت، يعني كانوا يحطونها في الهجن وكانت تصير في رمضان. لا يستوي عندهم نجم المرموم. الله. سباقات كانت تصير في الهجن كأسم. بعد كان نجم المرموم، كان نجم المرموم، وكانت تكون في جوائز قوية قيمة، ومثل ما كانوا يركضون. كيف أقول لك، يعني حتى النظام كان مثل النظام هذا. أنه العزب اللي دخلها محدود كان لها نصيب تسبق في نجم المرموم من كثر السباقات اللي كان في نجم المرموم في الهجن وكان يصير عندنا في رمضان. وليلي كان يكون مركاب. هذا نحن هذا القرار الصراحة قرار جيد ونتمنى أنه يستمر، لكن الإشكالية اللي بتصير وأنا أتوقعها من الحين أنه اسطبلات كثيرة من المواطنين بتعارض اسطبلات المواطنين، بتقول هذا عنده تدخل وهذا عنده ما عنده تدخل. نحن من الحين نقولكم خلوا النفوس طيبة. صحيح. اللي عنده تدخل واللي ما عنده تدخل خلوا، نحن نعرف الاسطبل اللي ما نقدر نسبقه ونعرف الاسطبل اللي نقدر نسبقه ولو عنده تدخل. صحيح. اللي عنده تدخل خلوا، أنتوا شوفوا الاسطبلات الكبيرة اللي انت ما وصلت لمستوى دعمها، ما وصلت مستوى الكرو عندها، ما وصلت بمستوى الخيل اللي عندها. اما الخيول، اما الاسطبلات الصغيره اللي كان اللي صاير فيها تدخل نحن نعرفها ومعروفه، لكن ما يحتاج نذكرها. نحن نقدر نسبقها في ريس، لو حضرنا في ريس نقدر نسبقه، ني ثاني عليه نسبقه، نقدر نجمع نقاط عليه.
فهذه نحن الإشكالية ما نباها تصير من اليوم، عشان باكر وقت التسجيل ما يصير في الابليكيشن اختلاف كبير على الاسطبلات. حلو طبعا. سماح أيضا الله وياه على الكلام. وغير هذا سماح، هذا الريال بكلامه يشيد بالشيء هذا ويبا يستمر إن شاء الله. أما الشخص اللي بيتم يعرقل الأمور حيوقف، هذا هو يبا يوقف يعرقل. خلونا شيء إيجابي يحصل صح، شجع عليه وقف وياه، لا تعترض له أنك تريله وين تبا. أنت تراك من أول تتشكى وتزيد الشيء. اليوم يمكن جوائز نجم المرموم تكون الأول ثلاثة، لكن يمكن السنة الجاية تكون جوائز المرموم ليل العاشر. نعم. وما أدراك يمكن تكون ليل العاشر. ما يقصرون. نعم نعم. هذا كم أكرمه وسعيد. هذا شيء ما هو غريب عليه، والله طوال عمر الشيخ ما هو غريب عليهم. وأنتوا لا تخافون، لا حتى نحن ساعة قلتي أنت يعني عشان مستقبل القدرة، لا نحن نشوف مستقبل القدرة أحسن من حاضرنا اللي نحن نعيش. نحن حتى الله يطول بعمره الشيخ محمد بن راشد حتى في قصيدته أوصى حمدان على الخيل، فأنتوا لا تخافوا، المستقبل إن شاء الله مشرق، وحاضرنا هذا نحن بيزين بيدينا نحن صح. ما دامنا نحن متراضين مع القدرة ورايحين مع القدرة بتزين الأيام معانا إن شاء الله. السؤال اللي كنا مختلفين عليه، شوف أنا بتكلم معاك بكل صراحة عشان لا حد يبعث لي مسجات ولا يتراسل معايا ولا أي شيء ولا يتكلم في المجالس يعني بسلبيا لو سمحتوا، لسه المبادرة. أوكي، شو نحتسب؟ نحتسب هالريس وريس الشيوخ، ولا بما أننا أعلننا الآن من الإعلان ننتظر لإعادة ترتيب الأوراق ونبدأ الاحتساب؟ نبدأ الاحتساب لا من الريس الجاي. لا ها رأيك وانت حسب من الرئيس الياي. من الرئيس الياي انت رأيك عمير سماح؟ انت الهدف المجموعة الثانية يستاهلون الفرصة. مجموعة الثانية اغلبها لو تعرف كانت شاركت صحيح. حتى غير هذا كله سيد بقطع كلامك بخير، العالم مثل ما ذكرت انا متوجهة على ابو ذيب بتجمع نقاط هناك، لكن اليوم كان في فرصة حتى ماسكة خيلها للتسعيرة ماسكة خيلها للشهيد. لكن انا اتوقع يعني ان نحن حتى رئيس الشيوخ نعطيهم فرصة من الرئيسات من السباق الجاي ينطلقون. سماح في يعني الشيء يعني طبعا آثار نجم المرموم بيكون عندنا كنحن كاستبلات خاصة صراحة آثار إيجابية كثيرة، منها مثلا اليوم الجميع أخوي سعيد يمكن هو الأقرب صراحة، اليوم عداد الخيل في الاستبلات الخاصة قلت. نعم إصداري. كل واحد كل مالك استبل كل مدرب استبل يحاول أنه يطلع الخيل من استبله. والشغلة الثانية طبعا الاثار الايجابيه للنجم المرموم انه بتزيد عدد الخيل بترد الحيويه من البدايه في القريه عند سماح بعد. نعم يوم تصير بتحصل ناس هدفها. نعم وشيء سوق الخيل بينتعش ان شاء الله. نعم فبالتالي هالاشياء نحن صراحه كملاك الصبعات خاصه كمدربين يمكن اخوي سعيد هو اللي يعني يحس اكثر عرفتي. نعم هذا الشيء الايجابي الحين الشيء الايجابي اللي في الركض اللي بيصير في الركض، أنا خيلي السبوق اللي ذخرته من الريس اليوم أقدر أجيبه اليوم خلاص عندي فرصة في جائزة ثانية برا السباقات. عرفتي علي؟ أنا لو أي سادس لو أي سابع الحين أنا أخذ جائزة من الريس، لكني أنا أعرف أن حصاني مثلا في مجموعتي أنا ما أخذ نقاط قوية. نعم. فما بدخر خيل سبوق عشان يروح يخلص، بي بنافس حتى المواطن العادي الحين بي ينافس في السباق ما بي يخلص. في شيء أنا حبيت أذكره، إحنا ليه ذكرنا الثلاث مراكز الأولى؟ إحنا لو فكرنا فعليا هو في كم اسطبل خاص من بعد اسطبلات الجروب 1 كم عددهم؟ ولو هيدخلوا ينافسوا في الريس اليوم من غير إعلان النتيجة هم بس اللي خلصوا 22 اسطبل، إحنا لو قلنا في جوائز لين المركز العاشر معناها أنت بذلت مجهود يعني هتمشي على سرعة 19 عشان بس تتشارك لا احنا عايزين منافسة بين المجموعة المتأخرة بيننا بين ربعنا ربعكم خلاص احنا خلصنا، انا نفسي اخلص الريس ارجع اشوف شو ورا بيصير صح. هالهدف كان من الامكانية نرصد 10 سيارات للمركز لجروب 1 و10 للجروب 2، لكن فين المنافسة اللي كانت هتكون في جروب 2؟ الان هم ملزمين ان هم ينافسوا، ولا ربما انت لا تعرف يمكن في الاخر ياتيك رضا اكثر مما كنت تتخيل، لكن نافس. انا لو ريحتك وقلت فيه على فكره 10 سيارات هتنافس؟ لا ما هو هما هتاخد ريل على ريل. ايه ريل على ريل، بس هي لا نريد مجهود، نريد العوده الى القريه، نريد وان يعني
نشوف منافسه حلوه نفس ايام زمان. طماشه نطمش بس نحط طماعين شويه. ها امر الطمع بيبدا من نحن. يلا امر نحن طال عمرك نبى ان هذا الشيء على جميع القرى. خلينا نبدا بشيء خطوه ايه بعدين ان شاء الله في المستقبل. يعني انا عمير يا اخواني المحللين اليوم موجودين هاي الخطه ان شاء الله باذن الله بتنجح. لان اليوم انت يعني انت يعني بالمبادره هاي نجم المرموم الاسطبلات الخاصه فيها الثقب. انت يوم تملين الثقب هذا خلاص سواء باخر او غيره خلاص تطفو وتروح صح ولا لا؟ فان شاء الله ان شاء الله ان عقب المبادره هذه يعني بتشوفين نجاح بتشوفين مبادره اثرها علينا نحن كاسطبلات خاصه ونطمع ونطمح ان تكون عجيبه ان شاء الله. ان شاء الله لربما الموسم القادم فعلا تكون. على فكره هو افضل خيل في الموسم هو الكلى القرى نعم. لكن نجم المرموم الخاص بالاسطبلات الخاصه 6 سباقات هنا يعني تستحق ان يعني نشوف اللي بيحصل فيها خاصة. بالاضافه الى ان سباق التسعيره لجروب 2 سيضاف نقاطه وبالتالي يعني حرمنا جروب 1 هم اصلا ما بيشاركوش بس في النهايه حتى لو فكروا ان هم يشاركوا لا النقاط لن تحسب. اشكركم مشاهدينا وان شاء الله للتنويه على ابلكيشن ابتدوا حطوا ابلكيشن من داري هنحط فيه كاونت داون يعني حاليا احنا بنرتب على فكره كل هالموضوع تم اخراجه الى النور في ظرف اسبوع فقط. وبالتالي فكرة قاطع بكلامك تفضل الاسطبلات الشيوخ نعم مثل ما سوينا المواطنين جروب 1 وجروب 2 نتمنى انها تصير للشيوخ جروب 1 وجروب 2. حلوة الفكرة السنة الجاية نتمنى انها تصير لان في اسطبلات شيوخ مش ما عندها الدعم مثل ما بتدعم الاسطبلات الكبيرة حتى انه يكون لها يقدر يطلع خيله اللي راقده في الاسطبل اللي ما رامي يشقلها صح. يرجع يشقلها ويرجع يحضر السباق ويقدر ينافس بها على الاقل هو يتمنى السياره. هقول لك شيء يمكن يزعلهم مني انا بصراحه ما فكرتش فيهم لشيء لان هم في النهايه موظفين عندهم دخل عندهم راتب عندهم كل شيء انا ولذلك بس بالتاكيد فكره حلوه ممكن نضيفها الموسم القادم لكن لم يخطر في بالي لان انا بشوف انه كل اسطبلات الشيوخ هم في النهايه مدربيها اصحاب رواتب يعني موظفين نعم لكن هي كتشجيع لهم للحماس للحماس وحتى يعني ما في اسطبل شيخ ما يكون عنده حصان سبوق لكن هذا حصان سبوق يروح يدور له سباق واحد في الموسم خلاص. بعدين ينهي لكن الحين اذا انت حطيت له الفكره هاي الحصان هذا تلقاه يكرر سباقين او 3 سباقات وتشوفه بعينك في ويجمع النقاط ويجمع نقاط خلاص خلال الايام القادمه اصبروا بس علينا احنا بنرتب في الابلكيشن. وطبعا احب اشكر الاستاذ العزيز الغالي الاستاذ سعيد الجسمي لان هو بصراحه هو يعني عندما طرحت عليه الفكره ممكن المنداري يتبنى فكره النتائج وكل اسبوع تدخلوا تشوفوا نقاطكم والتصويت وما الى ذلك والله يعني في ظرف يوم المجموعة كلها اشتركنا وكنا مع بعض القائمين على الابليكيشن سمعوا ما هو المطلوب وسيتم تنفيذه بس عطونا يعني 10 أيام إن شاء الله وكل هذا سيحدث. جهزوا بس اللي عنده رخصة رخصكم بتتجدد اي نعم جددوا بقى الرخص مصرين تدفعوا شوية عرضتوا النقاط النقاط عرضناها بس ممكن نذكر فيها الناس نقاط بالنسبة كيف تحسب نقاطك في جروب 1 وجروب 2 عمير قرأها النقاط واضحة المركز الأول بيحصل على 200 نقطة المركز الثاني بيحصل على 150 المركز الثالث بيحصل على 100 ونقص منها 10 إلى العاشر فبيكون المركز الرابع 90 الخامس 80 السادس 70 السابع 60 الثامن 50 التاسع 40 والعاشر 30 إلى هني الجروب 1 من بعدها جروب 1 جروب 2 من 11 إلى 20 نقاط ثابتة اللي هي 10 نقاط هني يقدرون هم يكسر يجمعوا النقاط واللي بيصير من جروب 2 على العشر الاوائل بيحصل نقاط حاله من حال جروب 1 خلاص واضحه اشكركم جزيلا وان شاء الله كما ذكرت ابتدوا داونلود ابلكيشن من داري وخلال الايام القادمه سنبدا التصويت لتصنيف جروب 1
وجروب 2 وابتداء من السباق القادم مباشرة، بما أن الإعلان تم اليوم لأننا أخذنا الموافقة اليوم، إن شاء الله ابتداء من السباقات القادمة بدأنا حصد النقاط. إلى اللقاء.